الخير، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج توني خليفي مباشره عبر ال بي سي انترناشونال، عبر منصه صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على فيسبوك. الكل بيعرف انه يوم الاثنين المقبل مفروض يكون موعد الاستشارات النيابيه لتكليف رئيس وزراء جديد بعد ما اعتذر الرئيس سعد الحريري عن تأليف الحكومة. الكل اليوم عم بيسأل هل سيكون هناك تأليف قبل التكليف أو رح يكون في تكليف وبعدين تأليف. أما بالنسبة للشعب المعتر فهو ناطر إذا الرئيس عون رح يعطي الرئيس مئاتي، اللي يبدو أنه كل الاتجاهات رايحة صوب تكليف الرئيس مئاتي. سؤال، هل سيعطي الرئيس عون الرئيس مئاتي ما لم يعطه للرئيس الحريري؟ أو هل سيقبل الرئيس مئاتي إذا كلف بما لا أو بما لم يقبل به الرئيس الحريري؟ وإذا قبل مئاتي باللي رفضوا الحريري، هل رح يبقى الحريري موافق على تسمية مئاتي رئيسا للحكومة الجديدة ورح يعطيه الثقة أو رح يسميه؟ وبالتالي إذا الحريري ما وافق، هل الشارع السني رح يوافق أن يكون هناك رئيس حكومي معارض لأراء أو لخيارات الرئيس الحريري؟ إذا الشارع السني هيك قرر، الشوارع الباقية وخصوصا ما يعرف اليوم بشارع الثورة والحراك والمجتمع المدني، بلش من اليوم بنكش القبور وبنكش الملفات وبنكش التاريخ وبنكش أخبار، يمكن منا مظبوط يمكن منا منا مظبوطة، وصولا إلى جوارير القاضية غادة عون. الدولار بسحر ساحر بلش ينزل، كمان اليوم تداولوا بمعلومات أنه ممكن يوصل ل 12,000، وهيك طلب حسب ما قيل وما كتب من رياض سلامي أنه في حال تم تكليف الرئيس مئاتي أنه يشتغل على تعويم السوق وينزل الدولار ل 12,000 على ذمة الراوي. خبريه هون أنه هيدا كله عم بيصير قبل أيام قليلة، قبل أيام قليلة من ذكرى تاني أكبر مجزرة حصلت بتاريخ لبنان، وهي انفجار مرفق بيروت. ليش عم بنقول تاني أكبر مجزرة حصلت بتاريخ لبنان؟ لأنه المجزرة الأكبر هي اللي حصلت من أيام لما عدد من النواب تمنعوا عن إسقاط الحصاني عن عدد من المتهمين للمسول أمام القضاء. لهالسبب بعتبر أنه اللي حصل من أيام هو مجزرة وجريمة أكبر من جريمة المرفأ بحد ذاتها. يبدو أنه هناك مسرحية عم تنعمل، مسرحية رح تبلش التنين، ما حدا بيعرف أي متى رح تخلص. مسرحية فكرهم أنه رح تنسينا أكثر من 600 شهيد وبيناتهم شهداء صاروا تحت التراب وشهداء هني شهداء أحياء لليوم، وتدمرت عاصمة بأمها وأبوها. كل هيدا فكركن إنكن تنسونا، إيديكن شو عملت، فسادكن شو عمل، إهمالكن شو عمل، وإجرامكن، وأصر على كلمة إجرامكن، شو بعد وعم بيعمل حتى هذه اللحظات. إذا كنتوا تفكروا أو عم بتفكروا إنه بمسرحيتكن هيدي رح تنسوا الشعب اللي عملتوه فيه بأربعة آب، بعتقد هالمرة ما رح تزبط معكن. الشعب نطركن بأربعة آب، وإن أربعة آب لناظره قريب. شوفي بحلقة توني خليفي الليلة، لو ما استقالوا النواب هل كانت سقطت الحصانة؟ شو رح ترد بولا يعقوبيان على الاتهامات والحملات اللي عم بتطالع؟ بلبنان أهالي الشهداء بينضربوا إذا بكيو، وممنوع رفع الحصانات عن المتهمين. تأليف، تأليف، تأليف،
حرمان طالب طب بالجامعة اللبنانية من امتحاناته واتهامه بالتعاطي، والسبب رح يصدمكم. بسبب عدم الادعاء على المتهم بتزوير اللقاحات بالبترون، النائب فادي سعد بيتقدم بإخبار للنيابة العامة. القمصان البيض، نظامنا الصحي فاشل وما رح نقبل باستخدام الدواء الإيراني. إذن بعد ما شفنا عناوين حلقة الليلة كلها مواضيع مهمة وكلها مواضيع هي مواضيع الساعة، ولكن اللي تابع معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الحملات اللي قالت بعد ما سقط مشروع رفع الحصانة عن عدد من المتهمين، نقال إنه لو هالمجموعة من النواب اللي استقالوا لم يستقيلوا من مجلس النواب وصوتوا مع رفع الحصانة، كانت اليوم الحصانة رفعت عن هؤلاء الأشخاص وهن اليوم رح يمثلوا أمام المحكمة والعدالة. معظم اللي تصوب عليها يعني أسهم الاتهام كانت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان. بولا معنا مباشرة من خارج لبنان لأنه منا موجودة بلبنان. بدي مسيكي بالخير. مساء الخير بولا. مساء الخير موني. ومعي باستوديو بولا معي أربعة، ورح ينضاي كمان ينزاد معنا بعد شوي سيدي خامسة، هني من أهالي الضحايا الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت، ولغاية اليوم الوقاحة بعد مستمرة عند هذه السلطة الحاكمة بأنه لا احترام لدم الشهداء، لا احترام لوجع أهالي الضحايا، غير أنه عدم الاحترام حتى الإيدين انمدت عليهم لما جربوا يرفعوا صوتهم، حتى منعوهم يبكوا، حتى منعوهم يبكوا على أولادهم ويطالبوا بحقهم. لهون وصل الإجرام وقلة الأخلاق ببلدنا. قبل ما أكون معهم ونسمع معاناتهم ونسمع آراءهم وشو ناطرين منهم، بدي منك بولا، أنت اليوم من الناس المتهمين علناً أنه لو أنت ونواب الكتائب عدون يعني بتطلعوا يمكن شيء 8 نواب، انه انتوا لو لم تتقدموا باستقالاتكم كنتوا اليوم رجحتوا الكفة وصوتوا الى جانب اسقاط الحصانة، وهيدا وقتها قالوا انه هاي الشعبوية اللي اخذتكم الى الاستقالة دفعنا حق اليوم بدم ابرياء سقطوا من محاسبتهم. شو بتردي على هودي الناس وكيف راح تبرري انه انت اليوم حاملي لو عن غير قصد ذنب عدم إسقاط الحصانة عن متهمين بجريمة المرفأ؟ مساء الخير لك توني، ومساء الخير لأهالي الضحايا، ألف تحية لألون. بتمنى تسمعوني كثير منيح سوري في عندي رتور بعتقد بالصوت. بتمنى تسمعوني منيح توني المشاهدين وأهالي الضحايا، اللي بيأكد أنه هيدي حملة سياسية كأن انتخابية للأسف، هو هذا التركيز يمكن عياه، واللي بأكد أكثر وأكثر أنه حملة سياسية. إذا اليوم بتاخد ولد صغير بلبنان وبتسأل إذا شي مرة بينعد أصوات أصلاً بالمجلس النيابي، بيقلك أنه مجلس النيابي صدق ما بتعرف إذا رفعت إيدك أو ما رفعت إيدك. لسنتين ونص كنت بالمجلس النيابي بأكد لك، ولا مرة كان في تصويت أصلاً بالمجلس. ولأكد لك أكثر أن حملة كاذبة مضللة ومعروف من وراها، اللي وراها هو اللي جاي يبرر ليش هو ما استقال بعد كل المصيبة اللي صارت وبعد هول الجريمة اللي صارت، ما استقال جاي يبرر اليوم للناس عدم استقال. القوات اللبنانية يعني أنت بتعتبر أن القوات اللبنانية بولا هني وراء هذه الحملة؟ إذا بتاخد بعد الأصوات بتشوف أنه حتى مش عارفين يعدوا، يعني في محل ما حاطين نواب بقردوني وما يعني اللي استولوا على حزب التشناك حطينهم بالسلة أو بالميلة اللي هن ضد رفع الحصانات، ومعروف جداً أنه أو مع رفع الحصانة معروف جداً أنه الرئيس بري بيمون على هؤلاء بشكل كامل. بس وقتها بدي أعمل مسرحية، وقتها بدي أعمل مسرحية إضافية
على الناس تقلن انه اليوم هنالك استقالوا، ولانه هول استقالوا من رفعت الحصانه. اول شيء اللي همه اهالي الضحايا واللي همه بيروت وحق بيروت بيروح بيشتغل على النواب الموجودين، مثل ما عمل اليوم، مثل ما عملت المعارضه الحقيقيه، عملنا عمليه شيمينج عليهم. هيدي العمليه ادت الى انه صاروا يسحبوا توقيعهم. بيروح اللي فعلا حريص على البلد وعلى الناس، او اذا فعلا هنالك خوف انه تنرفع الحصانه غصبا عن حزب الله ونبي بري وغصبا عن تيار المستقبل وميشيل عون وكل هؤلاء، لو عن جد في هيك واقع كانوا راحوا اشتغلوا على باقي النواب. نحن منا بمؤسسه ديمقراطيه فيها تصويت حقيقي. بالبرلمان توني هنالك من 20 سنه مركبين تصويت الكتروني، ممنوع استخدام التصويت الالكتروني، تا ما حدا يعرف مين صوت مع مين. نعم. صوت ضد، ولنضل صدق ماشي صدق صدق. ولا. هذه حملة كاذبة جملة وتفصيلا. نواب معروف مين كيف بينمان عليهم وين بينمان عليهم، جمعوا أعداد ليجوا يقوصوا على 8 نواب شرفة اللي كان لهم شرف الاستقالة، لأنه ما بيجرؤوا على الاستقالة البقوي، لأنهم وعدهم يمكن الرئيس بري برئاسة جمهورية. كانت عم تحكي عن القوات، إيه الحملة الأكبر علي من القوات للأسف، وبستغرب بستغرب وبقول لهم عن جد عيب إذا سياديين وإذا بتحبوا هالبلد، عن جد عيب. وبتطلع بقول لهم أصلاً حملتكم شو بتفرق عن حملة خيا، مع أساس أنتوا أحسن وأفضل والتيار الإسفاف والعار وأنتوا أفضل بكتير. طلع أنه بجي بحكي عن قانون استقلالية القضاء، صار في حملة علي شعواء، ونفس الحملة هي ذاتها، نفس الكلمات نفس الأسلوب. عن جد عن جد يعني خيان ومقصومين تتطلع بالآخر، لأنه مش معقول نفس الشيء. طيب. فأنا بدي أخاطب هون بعض الناس اللي عندها إيمان فعلاً إنه هذا حزب تضحيات وكذا، بقول لهم بليز تابعوا الحملة، وبترجاكم تابعوا السياسي وشوفوا كتير منيح المجلس النيابي كيف بيشتغل وكيف بيصوت. بعدين يا توني رفع الحصانات مش بس بالمجلس، أنت تطلع بباقي المؤسسات في إرادة برفع الحصانات. بكرة المجلس بيرفع حصانات على النواب فقط في حال مزبطين المسرحية المقبلة، بمعنى مزبطين شو بدهم يعملوا بعدين. في حال هنالك لجنة تحقيق برلمانية مثل ما عم بيجربوا يوحوا طبعا لتضليل هذا التحقيق، لأنه أصلا هيدي المؤسسة والقيم عليها لا يريدون تحقيق، ما بدهم تحقيق. واضح كان من كلام السيد حسن نصر الله بخطابه الأخير، واضح من كل السياق السياسي، واضح من اللي انعمل مع القاضي سوين والآن مع القاضي بيطار، واضح بالتشكيك اللي عم بيصدر عن كل هيدي المافيا اللي بالسلطة. هول ما بدهم تحقيق، هول بدهم بس يقوصوا يلا بروحوا استفيدوا، انتوا منحبكم لازيزين حبوبين حافظين هيدي شبه المؤسسة اللي هي ديوانية للرئيس بري مش مجلس نيابي، بما انكم حافظين الشكل وقاعدين حبوبين ما بتستقيلوا رغم ان الاستقاله كانت بالجيبه، يلا خدوا هيدي الارانب هدايا. كل مره في ارنب هديه، وكل مره بيطلعوا بخبرونا انه هن لو ما بقيوا يا لطيف شو كان صار، شو بعد بده يصير اكثر ما صار. اللي بده يوقف حد الناس اليوم بيوقف حد الناس بالاستقاله، لانه المجلس النيابي مسؤول اول عن كل ما سيجري لاحقا. وتذكر هذا الكلام كثير منيح وسجله توني، كل مصايب اللي بدنا نعيشها بعدين هيطلع كم نايب يطلعوا على المنبر المحضر لإلهم بيطلعوا يقولوا نحن ما خصنا هول الآخرين، لأنه مطلوب هول أحزاب التسوية، أحزاب تحت طاولة، أحزاب اللي بتسمع للخارج بتتمول من الخارج، هول الأحزاب والأحزاب المذهبية أهم شيء، هول مطلوب بقاؤهم تيبقوا اللبنانية مزارع كل واحد مسؤول عن شارعه بيضحك على شارعه وبيقول لهم ليكو أنا عم بقاتل سلاح حزب الله. كيف عم تقاتل سلاح حزب الله؟ بصليب مترين وراك عم تقاتل سلاح حزب الله، ولا هيدا بغزة اليوم الشيعية السياسية وبيجيب مزيد من التأييد لحزب الله؟ هاش يضحكوا علينا. طيب بولا، قبل ما انتقل مع أهالي الضحايا، بس أنا بدي توقف عند قصة التصويت، إنه أوكي بنفهم بمجلس النواب في بعض المواضيع يصوت عليها برفع اليد، وقبل ما ترفع اليد بيكون قال دولة الرئيس صدق، ولكن بهذا الموضوع بالذات ما في مجال، لأنه كل واحد يعني نعدوا بالأسماء مين اللي كان مع ومين اللي كان ضد، يعني هذا الموضوع غير قابل للجدل، ولو زدنا عليهم عددكم كانت سقطت.
الجلسة لم تحصل، أنت عم تحكي عن شيء تقديري، ما صارت عزيزي، ما صارت، هني عم بيقدروا هيدا الشيء، ما صار هيدا شيء، ما صار، ومش معروف أمتين ممكن يكون في جلسة، بس مثل ما قلت لك هيدا دفع على حساب للأحزاب الحبوب المطواعة، نطلع ونصرخ على التلفزيونات بس مطواعين جدا بأجندة الرئيس بري اللي بيسموه الضمانة. ليه الضمانة؟ هو الضمان اليوم بترتيب الأوضاع لعدم وصول التحقيق إلى أي نتيجة، هو الضمان ببقاء كل هذه الكتل الكبيرة، هن بيحفظوا له المجلس ما بيستقيم، هو بيحفظ لهم ماء الوجه عبر حملات وبروباغندا. وهلأ اطلع خلص هذه المقابلة شوف شو بطلع، المثبت الشخصي وغيره، يعني حدا بيرد بهالطريقة؟ حدا بيرد بهذه الطريقة؟ نحن كيف قرأتي بولا من سيس. تراجع عن توقيعه؟ يعني هناك عدد من النواب بعد ما صارت الحملة على مواقع التواصل في بعض النواب تراجعوا. توني التراجع لازم يكون عبر كتاب خطي يبلغ مزبوط. إلى أمين عام مزبوط. المجلس، ولكن التراجع الشفهي بالألم. التراجع الشفهي قبل المبادرة أو يعني التوجه إلى التراجع الخطي، كيف قرأتي الناس اللي دغري إنه نحن سحبنا تواقيعنا، كيف شفتيها؟ هذه الناس اللي بتشتغل صح واللي أكتريتهم بعرفهم وبعرف كيف اشتغلوا، واللي أدت إلى إنه الضغط على هؤلاء النواب خليهم يشيلوا تواقيعهم. بس انتبه، مش بس اللي وقعوا، في منهم وقعوا مش عارفين يمكن عشو عم بيوقعوا، هن نواب عار، نواب عار، كل اللي بقلوا بهيدا المجلس نواب تسوية وعار وتواطؤ مع هيدا المنظومة. بعد اللي صار ببيروت وبعد اللي عم بيصير مع أهل الضحايا، بعد القواص على عيون شباب بالخارج خارج المجلس النيابي، لا ما فيك تبقى وتقول ايه أنا بستمر باخد معاشي وعندي منبر المسرحيات اللي بطلع بعبر عنه وبخبر الناس أني أنا عم بقاتل كرمالة وبعدين ما في شيء. النتيجة دائما هي صفر، لأن المجلس النيابي ما بيقوم بدوره المرسوم لإله، ولا بيقوم بتنفيذ لا لك بخالف الدستور والقوانين ونظامه الداخلي. مجلس النيابي بحط قوانين هو بخالفها وبيطلع بيحكي انه الحكومه ما عم بتطبق قوانين. لا. ليش مجلس النيابي بيطبق شيء؟ مثل ما انت تعرضتي، مجلس النيابي هو كما يريد وكما يشاء الرئيس بري. لا مثل ما انت تعرضتي، انا ما حمل المسؤوليه لحالي، مثل ما انت تعرضتي لحمله ايضا. يعني اليوم في حملات تعرض لها كتار منهم الوصف بنواب العار وما إلى هنالك، ولكن في حملة كانت كمان موجهة تحديدا صوب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، إنه أنتم هذا التيار الذي يعرف الشهادة وعرف قيمة الشهادة وراح إلى محكمة دولية وكبد لبنان مليارات وملايين من أجل الوصول إلى الحقيقة، كيف أنتم اليوم تمتد يدكم وما بتوقعوا على رفع الحصانة عن ناس مطلوبين للعدالة؟ كيف بتقري كمان هذا الموضوع؟ توني أنا حتى تحدثت وقتها كان راح الرئيس سعد الحريري غطى حسان دياب مذهبياً لكي لا يذهب إلى التحقيق، أكيد مذكر هذا الفصل السيء من تاريخنا، وقالت أنه هذا شيء معيب جداً وعيب تحويل حملة مذهبية، وكل شيء بحولوه إلى نفس الطريقة بيتخبوا وراء المذاهب والطوائف، وبيرجع للأسف بتلاقي ناس بتصدق البروباغندا تبعهم. هذا شيء ما في شك معيب. يمكن هون أكثر بينطال تيار المستقبل، لأنه تيار الشهيد رفيق الحريري، ولأن كان في هذه المحكمة الدولية. بس بقول لك يعني الممارسة نفسها وين ما كان، بكرة لما إذا ما عندك ومأمنك مأمن نواب وإنه منك مأمن تخريجي، تجي التخريجي من مطرح تاني، ما تخاف عليهم، كل مرة بيعرفوا كيف يزبطوا أمورهم، يزمتوا من التحقيق، يضحكوا على الناس ونرجع نكمل. بكرة بينزلوا لك مصيبة جديدة بتنسى مصيبتك القديمة. سؤال أخير. بكرة بينزلوا لك أزمة جديدة. بولا سؤال أخير، هل سيكون الرئيس نجيب ميقاتي هو الرئيس المكلف يوم الاثنين؟ هنالك ضغط دولي كبير جدا، لأن تشكل هذه المافيا حكومة قبل أربعة أب. هلأ شو رح يعملوا ما بعرف. بعرف إنه حتى يمكن تبي بمسار الرايح في موضوع الحصانات وغيره، حتى يمكن ما يألف حكومة تيضل هذا المجلس الموجود هو بحكم المنعقد، لأن ما في حكومة وما تروح إلى ما في عقد، وبالتالي موضوع الحصانات يبطل أساسي ويصير له ملاحقة ممكن تتم حتى
لو ما في حصانة. بس إذا بتسمح لي، لأنه سؤال أخير بس كمان بدي أرجع على موضوع الحصانة، في أمور كتير مهمة. إذا تمكنوا من تحقيق، من أنه يعملوا لجنة تحقيق برلمانية لكي تحقق وتحيل القضية، فلنفترض إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في هذه الحالة بدك تلتين، منين بدهم يجيبوا تلتين؟ هول اللي عم بيعملوا حملات يوم علينا. الحملة الأساسية الضرورية اللي بدك تعملها لتوقف إلى جانب أهالي الضحايا هي إنك تدعي إلى الاستقالات، وإنك توقف إلى حد إلى جانب القاضي بيطار على الآخر، لما يحس ولا تتكب ولا لحظة إنه لحاله، لا، عنده غطاء شعبي كتير كبير من ناس عم بتقله انطلق واستمر وطالب بهيدي الرؤوس وكمل بتحقيقاتك. على كل حال أنا بخجل أحكي بحملة علي، حد الحملة على هذا الرجل بالكرة النار اللي حملها، بالأمل اللي عم بيعطينا إياه كلنا بالقضاء. شكرا لك النائب المستقيل بولا يعوبيان، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح. أنتقل مباشرة إلى ضيوفي داخل الاستوديو. معي رح يكون إلى جانبي ريما الزاهد، شقيقة الضحية أمين الزاهد، مساء الخير. معي أيضا حسن الأمين، والد الضحية إبراهيم الأمين، أخوه. معي حسن. حسن أخوه الضحية، والد إبراهيم الأمين، هيام البقاعي والدة الضحية أحمد قعدان، والمحامية سيسيل روكوز شقيقة الضحية جوزيف روكوز، وصاحبة المقولة الشهيرة لدولت على مواقع التواصل بسولة. ورح يكون معنا كمان عبر زوم يري الخوري، والدة الضحية، ضحية اللي هو الشاب الياس الخوري. خليني بلش مع سيسيل روكوز شقيقة الضحية جوزيف روكوز. شهيد جوزيف روكوز ابن بلدة أرطبة، اللي حملت صليب تقيل ومشيت درب الجلجل مع 4 شهداء. من بين جوزيف اللي كان موظف بالمرفأ. قدموا لي يسوع طول العذراء، توجعت الوقت شافت ابن عمي عزبوا لي على الصليب، بديش تعذبت، نحن مش فنيش عم بيتعذب وما رجعينا لدي. جوزيف اليوم بين أحضان الرب، هنيك ما بقى في عذاب، بس حرقة القلب عغيبه رح تبقى كل العمر. الباب الصمع أدعي له أنا بحبه كتير وأنا كتير مشتاق له، بغمض عيوني كرمال شوف وبدي أصلي له. يرمي لك علينا أنت مفاق وصلي لنا، ونحن عم نصلي لك كمان، نطلب شفاعتك يا ماما. سيسيل، على بعد أيام من الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، انفجار 4 آب، المجزرة الكبرى، المصيبة الكبيرة اللي حلت بلبنان، أولا لمين قلتي بسولة؟ لشبيحة السلطة، لهالعالم يلي قتلوا إخواتنا وعم يرجعوا يقتلونا تاني مرة بتمس الحقيقة. يعني نحن نزلنا عند بيت الوزير فهمي من بعد ما كان هو موافق أنه يعطي الإذن، صار في مقابلة على التلفزيونات لأمين عام، كلنا بنعرف طلع بيقال ولو هيك بالمدة عليهم، بيعرفوا أنه مدة عليهم من الأعلام، على أساس نحن ما عرفنا أن إخواتنا ماتوا بالأعلام، وفتشنا عليهم وكنا عم نشوف ونلاحق كل دقيقة بدقيقة بالأعلام، وعم يطلعوا يحكوا انه بدهم تقارير من قاضي التحقيق، وهي هيدي ملفات تحقيق سري، ما بيقدروا يطلبوا شيء ولا هن عندهم صفه انه يطلبوا. تاني نهار من بعد هالمقابله الشهيره طلع الوزير فهمي ورفض يعطي الاذن. نحن نزلنا، الوزير فهمي رجع قال انه بحلف على القران، نحن ما منصدق حدا، ما حدا طلب مني اني غير رايي، نحن ما منصدق حدا، لانه الاشخاص يلي بيطلعوا يطلبوا تقارير من عند
قاضي وقاضي هيدا ملف تحقيق سري ما عندهم صفة ولا لهم حق. ما عم نفهم نحن شو هالتدخل بقلب السلطة القضائية. الوزير فهمي بيعطي ارجيومون انه هالموظف عامل واجباته ونحن ما رح نعطي الاذن. نحن بننزل على بيته بمشهدية كثير حزينة انه نحن قبرنا اهالينا في توابيت، انه نحن حاطين موتينا بهالتوابيت، انتم عم ترفضوا اعطاء الاذن، ما عم نعرف شو السبب. يعني انتم كنتوا واعدين انه تعطوا الاذن، فجاه ما اعطيتوا الاذن. نزلنا بهالمشهديه الحزينه، تفاجئنا تحت انه نحن في عده نساء قدرنا نفوت على الباحه باحه بيته، وحضرنا التوابيت مع صور أشقائنا وولادنا. يعني أنا كم مع عدة نساء. أول شيء بتفاجأ بشاب لابس بدلة مرتب عم بيحكي مع أم أحد الضحايا بطريقة كتير بشعة. قلت له ما بيصير هيك، هيدي المرأة قابرة ابنها. يعني نحن ناس حزينين، إذا بتكون تعملوا شغلكم عملوا شغلكم، بس ما تحكوا. يعني شوفوا وجعنا نحن، ما تحكونا بهالطريقة. بعدين صار في شوية تدافع وقدروا يفتحوا الشباب البوابات. نحن كنا النساء جوا وثاقبت، صرنا بتدافع، وهالشباب البلطجية اللي جايبينهم بوجه أهالي ضحايا صاروا يضربونا. يعني أنا صار في عندي جرح بإجرية وبإيدي، ضربني مبين كيف كان عم يضرب. بعدين بلش بالحكي البذيء، حكي بطريقة كتير بشعة. نحن مش معودين نحكي بألفاظ بذيئة كمان. قلت له بس ولا، لأنه طريقته بالحكي كتير كتير كانت غلط بوجه وجعنا وبوجه قهرنا. نحن مفترض يسكتوا ويشوفوا شو بدنا، وينزل الوزير فهمي يقبلنا. قبلونا بالضرب. هيدا الشاب يلي كان عم يضرب مبين بالفيديو، خلينا نشوفه للفيديو. هيدا اللي لابس ازرق، نعم، اللي ضربتوه بالنعش. نعم، انا كان عم يضربكم بالعصا. كان عم يضرب بالعصا وسيفيل، هيدا منه مش لابس. نعم. عسكري، يعني ممكن يكون بس مش لابس عسكري. عم يضربوا بالعصا، وبهالوقت فات ويليام نون مع شباب. نعم. اخرين ضربوا بالتابوت لورا، وانا كنت عم بقول له بس ولا على الحكي البذيء اللي عم يحكينا اياه. نحن عالم موجوعين، قابرين اخواتنا اولاد، كلها نساء عم يحكينا بهالطريقة. البس ولا كانت يعني كلمة كتير قليلة، يعني كفى. هيدا الطريقة مش طريقة تعاملوا فيها معنا. بما أنك محامية حضرتك كمان، كيف شفتي النواب اللي رفضوا إسقاط الحصانة عن العدد من المطلوبين للمسؤول أمام العدالة؟ هيدول نواب منتخبين من قبل الشعب، ومعهم وكالة يمثلوا شعبهم. يعني هن إذا ما عم بيعطوا الإذن وما عم بيرفعوا الحصانات، بدهم يتحاسبوا قدام شعبهم، قدام العالم اللي انتخبوهم. هدول إذا ما في عندهم محاسبة من الله، من الشعب، ما بعرف وين بدهم يروحوا. هول كتل معروفين من ومين اللي عم يضغط عليهم. يعني وين ضميرهم؟ انت مع وين ضميرهم؟ مع وجهة نظر انه لو لم تستقل بولا يعقوبيان والنواب السبعه الاخرين كانت تغيرت المعادله يمكن واسقطت، ولا اقتنعتي باللي قالته بولا؟ بدي اقول شغله، انه هيدي الجريمه وقتها وقعت احيلت الى المجلس العدلي بموجب قرار سياسي من الحكومه. يعني صار في مرسوم، حولت هيدي الجريمة إلى المجلس العدلي. يعني هي السلطة السياسية هي اللي حولت، واختصاص هيدا الجرم يعود إلى المجلس العدلي. يعني كلهم كانوا متوافقين أنه يكون هيك، شافوا أنه القاضي منه مسيس وما عم بيقدروا يحكوه، ما عم بيقدروا يأثروا عليه ولا على قراره. ومتفاجئين يمكن هن أنه في قضاء نزيه، لأنه في احدى المرات الوزير فهمي كمان بيطلع بيتمسخر على التلفزيون وبيقول انه القضاء 99% فاسد.
يعني اذا بحسب هو اراءه اذا هيدا في هذا اللي قلت لهم اياه انا جمعه الماضي، اذا كنتوا هذا رايكم بالقضاء كامنيين وكوزراء وكنواب وكسياسيين، اذا هيدا القضاء ما بعرف اذا انتم بتعرفوا اكثر من الشعب. لا. فصار القضاء على المواطن لبس، بس ان شاء الله القاضي بيطاب هو يغير كل هيدي النظره وينقلب السحر على نحن السحر. حكينا معه للرئيس الرئيس كثير كثير رائع رائع، يعني ما بيسمع لحدا. الله يحمي. خليني انتقل لميري الخوري والدة الضحية الياس الخوري. شهيد الياس الخوري ابن الخمستاشر سنة حاول على مدى أسبوعين أنه يقاوم الإصابة بالمستشفى ويرجع عند أهله وأصحابه، بس الياس رجع محمول على كتاف رفقاته بنعش أبيض. لآخر مرة عم تفوت بالمفرق صوب المدرسة اللي حبيتها وحبتها، عم تتخرج بكير كتير. بمشهد جسد وجع كبير لجيل من الشباب كان مفروض يحمل أحلامه ويطير فيها. ميراي مساء الخير. مساء النور. بونسوار مسيو توني. قولك لأهل الضحايا اللي موجودين معك. قولك هالمسؤولين اللي حاكميننا بهالبلد ما عم بيشوفوا دموعكن، ما عم بيشوفوا غصتكن، ما عم بيشوفوا وجعكن، ما عم بيشوفوا قهركن، شو عم بيشوفوا هودي الناس؟ صراحة مسيو توني أنا بستغرب هول المسؤولين فاكرين أنه هن مسؤولين حاطينهم على العالم حتى يملكون. هون المسؤولين هن مسؤولين عن حماية الشعب، عن حماية الوطن، هيدي هي الكونسبت تبع المسؤول، بس هيدي الكونسبت هي مفقودة عنا بلبنان unfortunately. فهيدا اللي صاير. انت حتى النواب يعني النايب مفروض هو بيمثل الشعب، يعني مفروض دغري رفع الحصانة من الأول، من خمسة أغسطس مفروض كانت الحصانة رفعت، مفروض هو يكون معنا مش ضدنا. يعني إذا هو ما بيمثل مطلب الشعب ما بعرف هيدا النايب شو بيمثل، إنه يعني هي فقد الأسنس تبع وجوده، يعني ما بعرف هو فقده يمكن من قبل بس هلأ بشكل كتير فاضح. والنواب يلي مضيوا على العريضة يعني ما عم بفهم إنه كانوا ما كانوا مرتين بالجريمة، هلأ ورطوا حالهم، يعني هلأ دخلوا التاريخ من باب أكبر جريمة عرفها لبنان. وبرأيك هل رح يسمحهم التاريخ؟ هني دخلوا التاريخ من هيدا الباب، ولكن التاريخ رح يسمحهم؟ رح يسامح أولادهم؟ رح يسامح أسماءهم لما تذكر في يوم من الأيام إنه هني كانوا بهالموقع؟ أكيد مش رح يسمحهم. يعني إذا منرجع على التاريخ ومنشوف كيف كل هيدول هالقصص يلي مرقت مثل هيدا الأنواع يلي يمكن أقل حتى بكتير من هيدي الجريمة، يعني في جريمة أقل من هيك والتاريخ ما رحم حدا، بس ما بعرف إذا هن بهمهم حتى التاريخ، لأنه ما بعرف. يعني أنا إذا شفت ابني الدنيا ما كانت سيعة أحلامه. أنا انحرمت يعني حتى أني شم ريحته على مخديته، على المخدة تبعه. بنتي عندها إصابات ممكن تحملهم كل حياتها، وحتى في عدد كتير كبير والمصابين والضحايا منهم أعداد، يعني ما عندك 218 و6500، في عائلة كاملة تدمرت، في عائلة كاملة راحت، يعني ما بعرف أي نوع من البشر هن كيف فيهم يشوفوا هيك شيء، هالجريمة هالفاجعة هيدي الكبيرة ويضلوا مثل ما هن، يعني ما يتأثروا، يعني بيروحوا بيناموا بيقوموا بيعيشوا عادي. يعني وكمان أنا ما بفهم هول النواب يلي صاروا حابسين هالقد على القانون، يعني صار بدهم إثباتات قانونية حتى يرفعوا الحصانات.
وين كانوا لما تهمش قانون النقد والتسليف بأبشع جريمة، بأبشع سرقة عرفها تاريخ البانكينج سيكتور من وقت ما خلق؟ وقت ليش ما نخوي القانونية قويت عندهم ساعتها؟ وبعدين ما بفهم أنا كمان هول القضاة اللي هنا عم يستشيرون أو رجال القانون، أي قانون عم يحكوا عنهم؟ هول رجال قانون، يا ريت منعرف أساميهم، بهمنا نعرف أساميهم. طيب ميراي، شو بتقولي له للياس اليوم على بعد أيام من الذكرى الأولى لهذه الجريمة الكبرى اللي راح ضحيتها؟ شو بدي أقول له؟ بدي أقول له حياتنا بدونه صعب كتير. بقول له أنه هو أثر على جيل كامل ما بقى عنده إيمان بهذا البلد. بقول كمان يعني بقول لهم للناس أنه هيدي السلطة هي سرقت طفولتنا وشبابنا، لأنه نحن عشنا الحرب وسرقت جنى عمرنا، واليوم هن سرقوا أولادنا وسرقوا ابني يلي ما عم يتحرك. بكرة ابن مين رح يسرقوا إذا ما حطينا لهم حد بقى ووقفنا؟ ما بعرف، يعني ما بعرف شو بدي أقول لك ميراي. ما المشكلة، ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني ولا حتى بنعرف شو بدنا نقلهم لقلهم، يعني بأي لغة واحد صار بده يحكي مع هودي الناس اللي مصيرنا وحياتنا وحياة أولادنا ومستقبلنا كله بين إيديهم وبين مزاجيتهم وبين مصالحهم وبين ما بعرف، إنه معتبرين انه لهم حق يلعبوا بارواح الناس وبكرامات الناس، ما بعرف. انا بدي اتشكرك ميراي، وعلى الموعد باربع اب باذن الله. واكيد الياس روحه مثل روح كل الشهداء اللي سقطوا، هي بالجنه اكيد، بس الاهم لا الاهم من هيك انه ما في روح الا ما بتطالب بحقها. هيدا بدهم يعرفوه كلهم واحد واحد، بدهم يعرفوه ما في روح الا ما بتطالب بحقها. لو بعد مليار سنه ما اخذتها منك بتاخذها من ابنك ومن عائلتك، وما اخذتها من ابنك ومن عائلتك بتاخذها من ابن ابنك ومن عائلتك. يعني كل شخص عم بيساهم بهيدي الجريمه، اوعى تفكر انك انت رح تكون بمنقى عن الحساب، مش اليوم، بكره، مش بكره، بعد بكره، عبر التاريخ ما في روح إلا ما بتطالب بحقها. شكرا لك ميراي الخوري، والدة الضحية الياس الخوري، ريما الزاهد شقيقة الضحية أمين الزاهد. شهيد أمين زاهد عدة أيام بقي مفقود، وعيلته بقيت ناطرة تبرد قلبها بأي خبر عنه. تعبنا من اللف على ولا شيء، دمرنا. اشتقت لك خي. وب 11 اب 2020 امين فل وترك وراه عيله واولاد انحرموا منه للابد. انا ابن الوطن، ابن شهيد لبنان، ارفعنا راسنا في امين الزاهد. ريما، أنا بالعادة ما بحب بكي، بحب ضلني أكون قوية مثل أمين، بس ما حضرتوني وقلتولي إنه في فيديو لأمين أصلاً. دولة عار، دولة عار بكل معنى الكلمة، نواب عار. يا ريت بيشوفونا، أكيد ما بيشوفونا، أكيد ما بيفتحوا التيفي ليشوفونا، ما بيشوفوا وجوهنا ولا بيشوفوا دموعنا. خلونا نفوت بالسياسة ونحن ما بنعرف شي بالسياسة، خلونا نفوت بزواريبهم ونحن ما بدنا نفوت بزواريبهم،
ما خصني بأجنداتهم السياسية كلها، ما خصني فيهم، بدي أعرف ليش مات خيي وليش ومين وكيف مثلي مثل 214 شهيد. كل واحد بده يعرف ليش خيو مات، لشو السبب. ما معقول، ما معقول كل يوم عم نشوف مجزرة. انت كنتي مع الوفد اللي نزل قدام بيت الوزير فهد؟ اكيد اكيد. ضربونا بقنابل مسيلة للدموع. ليش نحن اصلا دموعنا وقفت؟ ليش اصلا نحن دموعنا وقفت؟ ما وقفت. نحن كل يوم بنبكي، كل يوم بننزل عقبورنا، ما عم نعرف عيد، بس عن جد تعبنا، عن جد تعبنا، عن جد تعبنا. ما بقى فينا نتحمل هيدا الظلم اللي نحن فيه، ما بقى فينا نتحمله، لازم بقى يوقف. يعني من شوي حضرتك كنت عم بتقول انه في مجزرة اكبر منا. ايه، مجزرة العريضة اللي هلأ مضيوها. وطبعا انا لفت لي نظري، ما بدي اقول القاب ابدا، لانه قدام لقب الشهيد تاعي ما في القاب. انا بنت طريق جديدة، وبدي اقول لبهية الحريري، قلنا 16 سنة بنترحم على خيك. نحن قلنا بطريقة جديدة، قلنا 16 سنة نترحم على خيي. هلأ جاي تدعسي على خيي وعلى دم خيي ودم كل واحد، وتكفي وتمضي. لما كانوا يقولوا إنه هذه لعبة سياسية، يقول أنا لا، ما معقول هيدا الخي. ما في إذا شربت مي وارتويت بتقول خي، لما بتزعل بتقول خي. خي ما في غير الخي، ما في مثل الخي. بدي انتقل عند هيام البقاعي. المفارقة مع هيام اني مرتين استضفتها. المرة الأولى كانت مضروبة، وهالمرة كمان كانت مضروبة. أول مرة ضربوها وكسروا لها صورة ابنها الشهيد الضحية أحمد قعدان، ومبارح كمان ضربوها بصورة ابنها أحمد قعدان. خلينا نشوف الضحية أحمد قعدان. شهيد أحمد قعدان كان عم يتحضر ليرتبط ويخطب قبل ما يسبق الموت وينزف عريس على السماء. ابن نور عيوني هيدا يروح هيك بزربة مي، ليش؟ المنظر هيدا، لا انا ما شفتش ناس ولا هلا. خليني اروح عند حسن الامين. شهيد إبراهيم الأمين مياوم بالمرفأ. يوم الانفجار كان عم يشتغل أوفر تايم ليقبض 5000 ليرة زيادة على الساعة، وعم يركض ليأمن لقمة عيشه بالحلال. بس ما كان عارف إنه الطريق على السماء كانت أسرع. الله يحرق قلبه ويطلع يحرق قلبي على إبني. أنا شيعي ابن شيعي، الله يرحمك يا رفيق الحريري. ما كان يفرق بين سني وشيعي، بس هدول كلاب واقفين، ورئيس العصابة هو نبي بره ابن بلده. قبل ما أكون معك حسان، يعني وبغصتها وبدمعتها وبقهرة، قالت لي مش شايف في ناس هالقد وقحين. يعني هيدي العبارة اللي عم نسمعها من كل حدا له علاقة بالضحايا أو من غير الضحايا، كلمة وقحين،
انه يا وقحين، يعني كلمه وقحين لك يا اخي، ما عم بتشوفه، ما عم بتحسه، ما في احساس، ما في شعور. طيب هالناس الموجوعه شو ذنبها؟ ما عم بفهم شو ذنبها، لا بسياستكم، لا بمصالحكم، لا باجنداتكم، شو ذنبهم؟ هودي ناس نايمين كانوا بامان، وعيوا على مصيبه عندهم، مصيبه رح ترافقهم الى ابد الابدين، حتى بانكم تلاقوا لهم مبرر يبرد قلبهم، حتى هيدا ما عم تقبلوا تعملوا. عن جد وحيد. حسن، اول شيء الله يرحم جميع الشهداء يطعمنا الأخذ بحق. عم تقول على وقحين الدولة اللبنانية عنا، هي أقل عبارة، ما في عبارة تليق فيهم بقلة الشرف. لو عندهم ذرة من الشرف كانوا بيطلعوا بيقولوا مين، بس للأسف ما في عنا دولة. من وقت ما طلع الانفجار لهلأ وحضرته محمد فهمي، انا ما بحب اقول عن حدا لا وزير ولا نائب، لان كلياتهم بنظري قليلين شرف، وكلمه قليلين شرف دي عن كلمه شرف فيهم. قال خمس ايام، بدي بس اساله الخمس ايام تعيطوا وين؟ ما عم نفهم ليش نحن هيك، ليه صرنا هيك، ليه لما نزلنا على عين التينه ثاني شهر من الانفجار نقلنا كعوائل شهداء انه نحن معكم، بس ينطلب اي نائب او اي وزير على التحقيق حيرفع دغري الحصانة عنه. في مادة هن معاملينها بالدستور، ما بعرف هن كاتبين الدستور مثل ما هن بدهم، وين هي هيدي المادة؟ اما عند حسان دي حتى 4 آب انه يكون يوم حداد وطني المفروض ما نحن نطالب فيه. لو عندهم ذرة من الكرامة لحالهم بيطلعوا بيقولوا يوم 4 آب يوم حداد وطن، وهو النواب الأرانب، بدي سميهم أرانب، اللي سحبوا إنه ما يمضي توقيع على رفع الحصانات، صاروا بنظرنا مثلهم، يعني هن اللي حاطين نترات الأمان. هو النواب اللي رفعوا. وبالنسبة للنواب اللي استقالوا، بدي بس اسألهم ليه استقالتوا بس تطلع انفجار 4 آب؟ ما هو الفساد من 30 سنة، ليه استقالتوا ب4 آب بس طلع الانفجار؟ ما عم نفهم نحن لوين بدهم يوصلونا بعد. يعني كنا مع القاضي سوان وكان كتير نزيه الزلمة، قتلونا، هلا عم يرجعوا يقتلونا مرتين، وكل يوم اصلا عم يقتلونا، لانه ما في واحد طلع من وقت الانفجار لهلا نائب او وزير. مات امير كويتي حدوا عليه 3 ايام ووقفوا دقيقة صمت. 215 شهيد لسرميتهم تسوى رقابهم وعائلتهم والشعب اللي ماشي وراهم. ما عملوا حداد ولا بيطلعوا بيحكوا فيهم لحديت هلا. شف لي اي حدا طلع على التلفزيون سياسي مين ما كان يكون، من رئيس جمهوريه وانت نازل، رجع تذكر المرفق او ترحم على شهداء المرفق. ما في حدا همهم بس بطنهم ومصرياتهم. بدي بس الشعب اللبناني، انا خيي راح شهيد وبعتز انه شهيد مثل ما كل الشهداء اخواتي واهلي وبيي وامي، هالمره راح خيي. بدي اقول له بس للي ما عم ينزل ويسبنا واللي عم بيسبنا، وما حناخد لا حق ولا باطل، ما حيطلع لنا معه. هالمره راح خيي، بكره خيك، ساعتها بتنزل معنا. يعني بدي افهم، واما وزير بيقول لك قضاء وقدر،
أما حدا بيقول لك تلحيم ما عارفين شو بدهم يقولوا لأن كلهم متهمين بنظرنا كلهم متهمين. عم بيقولوا لي معنا العميد المتقاعد جورج نادر عنده مداخلة. مساء الخير. مساء الخير جنرال. مساء الخير. تفضل. اختي صوني انا حاسس حالي محل ضيوفك. انا عندي 3 شهداء ببيتي وبعرف قيمة الشهادة وانا منصاب عدة مرات وبعرف قيمة الإصابة والدم. يعني ما في كلمة زيادة على وجعهم وما فيني إلا شيء إلا أن احنا أحدكم وقدامكم ووراكم واللي بدكم إياه. بس أنا هون بدي ضوي على الشغلة واحدة إذا تسمح لي. تفضل. اليوم الكتلة النيابية العظيمة عم بترشح شخص لرئاسة الحكومة يلي هو الرئيس نجيب ميقاتي. الرئيس نجيب ميقاتي على أيامه فاتت النترات على البور. يعني هو قد يكون لاحقا من الناس اللي بده يطلبوا من المحقق العدلي، قد يكون انا ماني مالي حق احكي مع المحقق العدلي ولا افترض شو بده يعمل، بس انا بقول قد يكون لانه مبين انه كل المسؤولين راح ينطلبوا. الرئيس ميقاتي على ايامه المرسوم 6433 اللي فيه تخلي عن 1430 كيلومتر مربع من المياه الاقليميه يلي هي غنيه بالنفط والغاز لصالح العدو الاسرائيلي. اليوم هيدي الكتل النيابيه ذاتها يلي هي ما بدها ترفع الحصانات، هي ذاتها بدها تجيب شخص متهم بين مزدوجين، انا ما لي حق اتهم، القاضي بيتهم، متهم بالنترات ومتهم بالتخلي عن الارض اللبنانيه لصالح العدو. شو هالوقاحه التامه الكبيره عند هالنواب يلي ما بدهم يرفعوا الحصانات وبده يجيبوا واحد اكثر شيء متهم على رئاسه الحكومه. يعني ماني ما بقدر افهم لوين وصل فيهم الاسترشاء وعدم احترام الشهادة وعدم الشعور مع هالناس اللي عم تبكي قدامك وكل يوم مثل ما قالت المدام انه نحن ما نشفت دمعتنا من السنة لهلا عم تطلع علينا انا بالمسيل الدموع. وين صرنا؟ هودي مجرمين، هودي عندنا 3 حلول، يا المنفى يا السجن يا القبر، واربع ايام جايه والايام جايه وبكره بيشوفوا. شكرا لك العميد المتقاعد جورج نادر. بدي ارجع معك ست هيام. بعرف بس انا لانه الموضوع انا شخصيا بيدقرني موضوع انه ام حامله صوره ابنها اول مره تندفش وتنكسر الصوره. وقتها وجهنا نداء لوزير الداخليه، ما بعرف اتصل فيكم رجع صحيح. رجع اخذ يمكن رقمكم مني واتصل فيكم على اساس ليقدم اعتذار على اللي حصل. نزلوا قدام بيتك معالي الوزير، قدام بيتك تاني مره، مش بالشارع، قدام بيتك بالباحه الخارجيه لبيتك، رجعوا ضربوها نفسها مع الصوره نفسها. اعطيني الصوره بدي اعزبك. هيدي الصوره، هيدي صوره شاب لبناني وحيد، وحيد عند أهله، ما عنده ولا أي ذنب إلا أنه كان موجود لحظة الانفجار، لأنه أمه حاملة صورته عم بتطالب بحقه قدام بيتك اللي أنت لازم، أنت اللي لازم تطالب بحقه مش أكتر من أمه، لأنه هذا حق كل لبناني. تحت بيتك انضربت، رجعت المرأة مرة تانية وانكسر كتفها هالمرة. يعني أول مرة ما في شيء تخلقكون، تاني مرة في الشيء تخلقكم انكم كسرتوا لها كتفا. طيب شو المطلوب؟ بس حدا يخبرنا شو المطلوب؟ انه بدكم يانا نموت متنا، بدكم يانا نتبهدل تبهدلنا، بس كمان ممنوع نبكي؟ يعني اذا بدنا نبكي على موتانا وعلى اولادنا وعلى اخواتنا وعلى عيالنا وعلى املاكنا وعلى رزقنا كمان ممنوع نبكي؟ يعني بدنا نتكسر وبدنا نتبهدل وبدنا نتزل وبدها تتمارس علينا السلطة؟ انه هاي رجولي؟ يعني انه واحد معه بارودي او معه خشبي او معه عصا، انه هاي رجولي؟ يعني انك تضرب مرة وتكسر لها كتفها عم بتطالب بحق ابنها؟ يعني ما فهمت. او تضربون بمسيل للدموع؟ انه شو كانوا بدهم يعملوا؟ يعني كانوا عم يفتحوا البوابات لدخول الجيش العدو الاسرائيلي على باحة بنايتكم؟ يعني ما عم بفهم. لا انه شو كان بده يصير؟ يعني اذا خيفان على حالك وعلى اولادك معك حق، إذا كنت بهاللحظة خيفان على حالك وعلى عائلتك وعلى أولادك
معك حق، معك حق تحميهم بهيدي الطريقة، بس كمان هن معهم حق يطالبوا بحقوق أولادهم مثل ما أنت لك حق تحمي حالك وعائلتك وخيفين هالقد وضربتون بالأنابل المسيلة للدموع، فإذا هن معهم حق كمان أولادهم اللي صاروا تحت التراب جبولن يهن غبرة ما شافوا منهم شيء إنهم يبكوا قدام بيتك، مش تنضرب المرأة وينكسر كتفها لأنه عم بتطالب بحق ابنها. ما في حدا أولاده أغلى من أولاد التاني، كل واحد عنده أولاده أغلى شيء بالعالم، كل إنسان عنده أولاده وخيه وبيه وأمه ومرته أغلى شيء بالعالم. أوعى حدا يفكر إنه أولاده أغلى من أولاد غيره أو أهله أغلى من أهل غيره. كنت بدك تقولي لي شيء بس سيسيل قبل ما ننهي، كنت بدك تحكي لي شيء عن الحصانه، قلت لي في فكره ما قدرت احنا وصلها. كنا عم نحكي عن الحصانه، هي الحصانه فكره اخذت من النظام الفرنسي. نعم. وهي الحصانه بتتعلق بوظائف، ما بتتعلق بافعال او جرم من هيدا النوع اللي بتسقط كل الحصانات قدامه، يعني وظائف تعود لرئيس الجمهورية أو للنواب أو للوزراء أو لموظفين أو حتى للمحامين. نحن عنا حصانات، بس هالحصانات بتتعلق بوظائفنا، يعني عندما يتخطى الأمر وظائف معينة نحن ما منعود نحكي بحصانات، بتسقط الحصانة. حتى بفرنسا اللي أخذ الفكرة عنا وأخذ النظام من عندهم، ما بقى عندهم هالحصانة، صار القضاء العدلي هو اللي بيقرر إذا كان يرفع الحصانة عن النايب أم لا، إذا كان الفعل مشكو منه هو بده حصانة ترفع من قبل البرلمان أو لا. سيسير روكوز، هيام البقاعي، حسن الأمين، ريما الزاهد، دموعكم مفروض تهد دول، دموعكم مفروض تهد دول. في أمي ضربوها شرطة مجلس كمان، أمي ضربوها وكسروا صورة خي عليا. بدي أقول اللي عم يعملوه هو التفاف على المحقق العدلي، يعني هيدي كلمة الوقاحة كتير قليلة عليهم، وقاحة مش مقبولة. انه يعطيه القوه يقدر يكمل حتى النهايه. الله يحميه لرئيس بيتار. مدام ميراي الخوري والد ضحيه الياس خوري، كمان كل التحيات لك، بعرف وجعك كثير كبير. شكرا لحضوركم. 4 آب رح يكون موعد لكل لبناني شريف، لكل لبناني شريف، مين ما كنت، شيعي، سني، مسيحي، درزي، علماني، ملحد، مين ما كنتوا تكونوا، هيدا النهار هيدا لأنه نهار طائفي، ولأنه نهار مذهبي، ولأنه نهار حزبي، ولأنه نهار زعيم، هيدا نهار كرامة وطن، كرامة لبنان، وكرامة أمات وولاد مجروحين بعد بدون جرحهم عم ينزف حتى اليوم. كل لبناني مدعو أنه يكون بهيدا النهار عم بيعلي صوته ويصرخ لإسقاط كل ظالم وكل ظلم بهالبلد. نحن عم بنموت، ما بقى عنا شي نخسره، بلدنا خلص، ما بقى في شيء إلا هالشوية ناس اللي بعدهم عم يتمقطعوا تما نقول كلام قد نحاسب عليه بعدين. يوم 4 آب مفروض يكون يوم كل لبناني شريف، وبرجع بقول 4 آب لنظره قريب. شكرا لكم، فاصل ونتابع. حرمين طالب طب بالجامعة اللبنانية من امتحاناته واتهامه بالتعاطي، والسبب رح يصدمكم. بسبب عدم الادعاء على المتهم بتزوير اللقاحات بالبترون، النائب فادي سعد بيتقدم بإخبار للنياب العام. القمصان البيض، نظامنا الصحي فاشل وما رح نقبل باستخدام الدواء الإيراني.
بنحييكم من جديد وبنتابع هذه الحلقة من برنامج طوني خليفة، ونصل إلى موضوع كمان هز الرأي العام الطلابي هذا الأسبوع، وهو خلاف نشأ على أثر إعادة نشر لبوست أو تغريدة غرد أحد الدكاترة بطال رئيس كلية الطب في الجامعة اللبنانية وابنه، على أثر منع الطالب اللي أعاد التغريدة من دخول الجامعة أو الخضوع للامتحانات، وقامت القيامة حول هذا الموضوع. التفاصيل بهذا التقرير قبل ما يكونوا معنا، يكون معنا الشاب يعني الدكتور اللي منع من الامتحان، الدكتور اللي نشر التغريدة الأولى اللي بتهاجم رئيس كلية وابنه، وكمان رح يكون معنا ابنه لرئيس كلية مباشرة ليوضح الأمور اللي صارت. خلينا نشوف. تقريبا من شي 3 جماع بيطلع خبرية عن عميد كلية الطب الجامعة اللبنانية يوسف فارس عن لسان أحد الأطباء المتخرجين من الجامعة اللبنانية، تنزل تويت على تويتر، تم تداولها كتير على السوشيال ميديا منهم على الواتساب على تويتر على الفيسبوك، تتضمن أنه العميد بيجبر طلاب الجامعة اللبنانية يحطوا اسمه واسم ابنه بالأبحاث. من بعدها أنا أخذت له البوست مثل غيري عم يتم تداوله، أخذت له تويت عملت له سكرين شوت حطيتها على الفيسبوك لحتى ما يقولوا إنه أنا اللي مطلع على الخبرية، وعملت كابشن، ومن ضمن هالكابشن كتبت بالأول إن لم تستحي فافعل ما شئت، ومترجم التويت من الإنجليش للعربي. شفت خي منزل هيدا البوست وعملت له شير عندي، وكتبت عبارات بتليق بالموقف اللي أنا قريت عنه، والعبارات كانت حادة طبعاً بمعنى أنه ما في إنسان عنده ضمير بيعمل هيدا الشيء، وعلقت كومنت عند خي ذاكر هو بس أول حرفين من اسم الدكتور، قلت له اذكر اسمه كله ليش عم تذكر بس أول حرفين. لما حطيت البوست على الفيسبوك والكابشن دقوا لي كثير رفقاتي انه ممكن ما يكون صحة الخبر فيه تشكيك، قمتوا للبوست بخلال ساعه ونص تقريبا، بعد يومين بدقوا لي بيقولوا لي العميد طالبك. تفاجأت بمجلس تأديبي عباره عن رؤساء الاقسام بمستشفى الزهراء ومستشفى جعتابع، فتت على المجلس التأديبي أبديت اعتذاري بالأول وقلت لهم أنه بتمنى العميد يكون موجود لحتى اعتذر منه فيس تو فيس، دغري انهالوا علي بأقصى الكلام بأقصى التعليقات، ومنهم تعاطي المخدرات، منهم بيقولوا لي باي بولر اللي هي منا تهمة، هذا مرض نفسي وما يعتبر تهمة، لازم تنزل تبوس الأرض أنه عم تتعلم وببلاش، لازم تحترم كرسة العميد. باللجنة التأديبية تناولوا بعبارات قاسية، ذكروا اسمي، عامل حتى برينت اوت للبوست اللي انا كتبته انه اختك كاتبه كذا كذا. طب هو خيي شو خصه فيي؟ انا فيك انت تلجا لإلي، بس ما فيك تلجا لخيي وتحاسبه بسببي. العقاب صار اشد بسبب العبارات اللي انا تناولتها. رجعوا طلبوا مني اعتذار على الفيسبوك، تم الاعتذار على الفيسبوك ثاني نهار على اساس تخلص الخبريه هون بكذا اعتذار. بعد تقريبا شي جمعه او 10 ايام بدقوا لي من امانه السر بالعماده عنا بيقولوا لي انت ممنوع عن الامتحانات لمده شهر. صراحه هذا كان قرار جدا تعسفي وجدا اعتباطي من بعد كل شيء صار. هيدا الشهر اللي هن منعيني عن الامتحانات، انا عندي 4 مواد، أربع مواد يعني بسقطوني السنة وأنا طالب سنة رابعة طب، ويعتبر أصلاً القرار غير قانوني. نفذوه فيي بأول امتحان وراح علي أول امتحان التنين الماضي، التنين اللي مرق بهالجمعة تضامنوا معي رفقاتي لما عرفوا من خلال السوشيال ميديا، لأنه ما حدا كان عارف، ما حدا فات على الإكزام إلا لبين ما أنا فوت، لما ما قبلوا فوت كلهم تضامنوا. ولما اجتمعنا من كم يوم بالعميد انا والوالد عنده بمكتب مستشفى الزهراء، بيقول بالتهديد بالحرف كان في ابعت 3-4 شباب يكسروا اخته، وبرجع بعتذر عن الموضوع، وهذا طبعا كله مسجل. عدوا علي وعلى كرامتي وعلى كرامه اولادي، وانا ما عملكم شيء، انا فيي اجي بعت 3-4 يكسروا هو واخته وكذا، وانا بقول لك ليك بعتذر. بدك بعت 3-4 كسروني دكتور؟ إذن هيدا مختصر لقضية هزت الرأي العام اللبناني، ولكن بالمقابل طبعا في وجهة نظر أخرى من المفروض أنه نسمعها، ولكن خليني بالأول إلى جانبي هادي شماع الطالب اللي صارت معك القصة دكتور، مش الحال؟ مش الحال. كمان إلى جانبك شقيقتك فرح
اللي شاركتي بالهمروج بالهمروج اللي صارت. دكتور علي سليمان طبيب طوارئ وعناية فائقة. علي الحج سليمان اللي انت اللي نزلت البوست الاساسي يعني كومنت الكومنت كومنت لانه هذه هو نقل عنك صح نقل عنك ولكن انت اللي نزلت الكومنت الاساسي وراح يكون معي عبر سكايب دكتور جواد فارس طبيب وباحث بجامعة نورث ويسترن بشيكاغو. دكتور جواد فارس هو ابنه للدكتور يوسف فارس رئيس كلية الطب بالجامعة اللبنانية واللي البوست تبعك طاولوا له واتهمتوه وصفت اللي صار صح. قبل ما نكون مع دكتور جواد لانه سمعناك هادي بالوعي شو اساس المشكله يعني اللي صايره معك؟ اساس المشكله اللي صايره معي هي دراسه انا كنت عم بعملها مع دكتور سهيل جبيلي هو نعم. طبيب اعصاب بالجامعه اللبنانيه بيعلمنا وبيدربنا بالمستشفيات وشخص نعم. عنده انسانيه رائعه. اللي بيصير هو انه انا عم بعمل الدراسه معه لدكتور سهيل جبيلي بتسائب بروح لعنده حاحكي بكل صراحه ما عندي حدا خاف منه يعني اضطريت انا وعنده لانه عم بيعطيني تعليمات شي ساعه ونص ساعه وربع عن كيف بيكتبوا التاز وسابت انا اضطريت اسجل لانه هيك بنعمل نحن بالكرات تبعنا بنسجلهم بعدين بنقراهم بنكتبهم وبنعملهم طبيعي شيء طبيعي بكل الطلاب يعني بيعملوا. فاللي بيصير انه بيجي بيطلب مني ما حقدر اعرض التسجيل لانه يمكن ما ينكر دكتور جبيلي صح يمكن ولا حقيقه بيجي بيقترح علي انه حط اسم دكتور جواد فارس ودكتور يوسف فارس نعم. والده نعم هيك بيطلب مني لانه بيقول لي بالكلمه هيك بيطلبوا مني هن عم بيطلبوا مني انا ما في اعمل شيء. انت وين كنت عم تعمل هيدا بالجامعه اللبنانيه اخر سنه بالجامعه اللبنانيه ولا كنت عم تعملها بمركز الاعصاب؟ لا بالجامعه اللبنانيه عنا تاز بعطونا نعم. عن دكتور جبيلي اكشي انا رحت نقيته لانه شخص رائع بالعلم هو المفروض يفهم علم الواحد نعم. مش يزيد بس الببليكيشنز. طيب هو تحط اسمه لشو؟ بحط اسمه ليزيد الببليكيشنز تبعهم على الباب ماد بالضبط. وانا عندي هلا اذا بده ايميل رافع اسمه من دراسه صارت مع طالب بالجامعه اللبنانيه طالبه اكشلي طالبتين بالجامعه اللبنانيه كانوا مخرجين بده يشيل اسمه لانه هيدي الجامعه منا عريقه بالنسبه له هيدا الجورنال منا عريقه بالنسبه له. عرفت علي؟ يعني حدا عامل ابستراكت يعني مقدمه عامل مقدمه دراسه حضرته وحضرت بيو وحاطط اسمه فيها مع دكتوره موجوده هلا بتعلم بتحكم الاي بي مع احسن دكاتره اعصاب بلبنان وبالشرق الاوسط. اللي بيصير هون انه نحن بقلب هو بقلب الابستراكت بينشرها هلا منشوره الابستراكت اذا بدك جيب لك اياها الصوره تعرضها ما عندي مشكله باسمه واسمه هو ما اشتغل شيء بهيدا التاز بهيدا الابستراكت المقدمه ما اشتغل شيء لا هو ولا بيو وما في ايميل ببرهن انه مع هالطالبه وهالطالبه بعث لهم اي شيء طبي اي شيء معنوي اي شيء مادي حتى اوكي تمام نقول انه شيء. هذه المقدمه هي عن الميكوفينولات موفيتيل دواء بنستعمله بالمالتيبل سكليروسس مرض عصبي معروف. طيب هي المشكلة وين؟ يعني المشكلة وين؟ التاز تبعيته التاز عم خبر هي المشكلة وين؟ انه فوتوا اسمائهم بشيء ما لهم علاقة فيه؟ ما لهم علاقة فيه، هيدي دراسة ما خصني فيها. اوكي. بس هيدي المقدمة أنا عملت التاز تبعيته هي. هيدي كانت المقدمة تبعيتها اللي انشرت فأنا التاز تبعيته عملتها على الأساس. على هيدي بالضبط هيدي ستدي. وهن ما اشتغلوا معي لعملت ستدي. أنا عملتها وخلصتها وقدمتها تاز ونجحت. بس إني ما قدموا شيء. بيطلب مني دكتور جبيلي انه انا احط اسمه واسم الدكتور يوسف فارس. عم تسمعني؟ عم بسمع يعني شيء رهيب. طب خلينا رفضت اسمه. رفضت انه احط اسمه واسم دكتور يوسف فارس وبعدين بيرفض الحكيم سهيل جبيلي انه نكمل التاز معي وقفه. ليه؟ لانه دق لطالبه قال له انه هيدا دقوا لي من الجامعه قالوا لي ما عنده موراليتي. موراليتي يعني اخلاقيات. ف دقوا له من الجامعه قالوا ما عنده اخلاقيات اضطريت اروح عند اللواء عباس ابراهيم. لانه رحت عند رئيس الجامعه بالمشكله اللي المفروض هلا افسر لك اياها بدل هاي اللي هي سبب كل هالشيء اللي عم بيصير. رحت عند اللواء عباس ابراهيم، اللواء عباس ابراهيم عرف انه هاي الشيء صار ورفض انه يضل الموضوع هيك، فبعثني على الامن العام، الامن العام دقوا لسهيل جبيلي الدكتور اللي عم بعمل التاز معه وانا منزل من الامن العام دق لي دكتور سهيل جبيلي تعال نكمل التاز. هذه الحقيقه، فانا بتشكر اول شيء للواء عباس ابراهيم على اللي عمله بس بتشكر كمان يعني بفضل انه كان يكمل لي كل قصتي بس كمان على الاخر صرنا اذا بدنا نتدخل بكل شيء بالبلد يعني اذا انه بشهادات بدنا نتدخل وبالدرس بدنا اذا رئيس الجامعه ما تدخل مين بده يتدخل. خلينا نسمع دكتور جواد فارس. مساء الخير دكتور. مساء النور توني ولك ولكل المتابعين
وبس اول شيء حابب هيك يوجه بس تحيه صغيره، لان انا كنت عم تابع الفقره السابقه تاعيتك. بس حابب اقول انه يعني وجع اهالي الشهداء هو وجع كل لبناني، سواء كان بلبنان او بالانتشار، والله يقويهم ونحن بنشد على مشدهم. اول شيء صراحه انا كثير كنت بحب اتعرف على حضرتك، بس للاسف يعني الظروف ما سنحت الا تكون بهالظروف هيدي. ولكن على اي حال اول شيء حابب انا صراحه ارد على الدكتور علي، لان الاتهامات اللي كاله لنا كثير قاسيه ومؤذيه، وانا بتفهم انه ليش صار في هيدي رده الفعل الغاضبه من قبل الراي العام، لان هيدي الاتهامات منه شيء عادي، اتهامات مستفزه جدا، واتهامات يعني بتمس بمشاعر اي باحث او اي طبيب اكاديمي او بيعنى بالشان الاكاديمي. نعم. انا بحب قبل ما افوت معك على الحلقه، انا اعطيت البرودكشن تيم تاعولك رقم الدكتور سهيل جبيلي، لان المشروع اللي هو عم يحكي فيه انا صراحه ما بعرفه للدكتور علي سليمان لا شخصيا ولا مهنيا، واول مره كان بسمع فيه وقتها هو تفضل حضرته عمل كومنت على البوست تاعولي. بس بخصوص هيدي قبل ما اوضح باقي الامور، حابب بس انه اوضح بخصوص الدكتور سهيل جبيلي والدراسه اللي هو عم بيحكي فيها. انا الدكتور سهيل جبيلي، انا عملت ماستر، غير كنت عم بدرس بالطب بالجامعه الامريكيه وتخرجت طب من الجامعه الامريكيه، وزيت الوقت كنت عم بعمل ماستر بعلم الاعصاب من مركز ابحاث علم الاعصاب بالجامعه اللبنانيه، وكان مدير اطروحتي هو الدكتور سهيل جبيلي. طبيعي. وكانت جزء من يعني من العمل البحثي كرمال هيدي الاطروحه هو انه نشتغل على مالتيبل سكليروسيس بيشنتس، وكان استغليت انه الدكتور جبيلي بيشوف بيشنتس عندهم مالتيبل سكليروسيس، وبذات الوقت الوالد كمان بيشوف عنده بيشنتس معهم مالتيبل سكليروسيس، فقررنا انه نتحد نعمل تيم ريسيرش تيم ونعمل كولابوريشن بشكل انه المرضى تبع الدكتور جبيلي والمرضى تبع الوالد اللي هو البروفيسور يوسف فارس اللي هو بذات الوقت عميد كليه الطب بالجامعه اللبنانيه، انه نجمعهم ليصير عندنا بحث جديد ومميز ومتنوع. اللي صار انه هذا البحث اخر شيء طلع منه ابستراكت، اوكي، بس عفوا بس شغله كمان كرمال وضح انه هذا البحث كان مشروع لإلي، كان اخر شيء نشر، لا مش كان هو مشروع لإلي، واخر شيء نشر بالبريتش ميديكال جورنال اوبن، وهذا البيبر هي الاساسيه اللي هي بتعنى بكل المرضى. نعم. منشوره بالبي ام جي اوبن. انا صراحه ما سمعت طلبوا مني يحطوا اسمهم بالدراسه تبعيتك. عفواً. بس ليش يعني؟ عفوا انا ما قطعت حضرتك. لا تفضل، في لو سمحت. تفضل حبيبي. انا ما قطعت حضرتك، بس خليني اوضح. بدي اقطعك لما تطلع اكيد. طبيعي، سوري يعني، بعتذر. اوكي، بعتذر. عم نوضح لانه انا بعدنا هلا عم نحكي خارج اطار موضوعي انا. اكيد تفضل. لاني انا بعدني بعدكم عم تحكوا خارج موضوعي، يعني بعدنا عم نحكي بموضوع الخلاف. انا في موضوع ما حكيت شيء بالموضوع الاساسي، هو في طالب منع من الدخول الى الامتحانات من وراء هالقصة، ممكن انه يطير من يعني يخسر سنته الدراسيه مثل ما انا طرت لاربع سنين بسبب هذا البوست يعني اللي انتم يعني هذا هو السؤال يعني. وانا كنت حابب يكون معي دكتور يوسف شخصيا ليقول لي انه على اي اساس يمنع طالب من انه يعني يخضع لامتحاناته. يعني بعد ما حكى عن الدراسه تبعيتي لا بس كل اللي عم تحكي فيه اكيد كثير مهم، بس كمان في سمعه طبيب وفي سمعه باحث. انا كباحث وكطبيب وكاكاديمي رصيدي وراس مالي هو سمعتي، فلازم سمعتي الاكاديميه. صح. والعلميه. صح. فلما حدا يجي يشكك او يطعن بهيدي السمعه وهيدي المسيره بيكون عم بيحاول انه هذا تدمير. نعم. مستقبل، عرفت. نعم. علي هيدي. صح. فيها انه تدمير مستقبل، وانا بس هذا الشيء كثير مهم انه كمان يتوضح، لان صار في لغط عند الراي العام وتوجه الراي العام صوب امور ما خص ابدا بهذا الموضوع. نعم. الدكتور سهيل جبيلي هو مدير اطروحتي، والمشروع هو مشروعي، والبيشنتس كلياتهم نحن جمعناهم مع الدكتور سهيل جبيلي ومع الوالد، والاخر شيء البحث نشر بالبريتش ميديكال جورنال اوبن. هلا اذا هو اشتغل مع الدكتور سهيل جبيلي انا ما خصني. انا طيب. انا بنفس الاطروحه اللي هو عملها جواركيشن الدكتور علي سليمان من بنفسه ذاته. عفوا، نفس الاطروحه اللي عملها بابليكيشن انا اشتغلت فيها. اوكي، هذا الموضوع واضح. انا اللي بيهمني منع الوالد
لهادي من انه يفوت يعمل امتحاناته ومنعوه من الجامعه. اذا هناك خلاف شخصي، يعني اذا هادي لنفترض صار في خلاف شخصي بينه وبينك او بينه وبين الوالد، هذا الموضوع يعالج في القضاء خارج الجامعه، مش هيك؟ صح. يعني انا اليوم اسات لك وتوجهت لك باتهامات وتوجهت لك باساءات، تبعت وراي على القضاء خارج الجامعه، مزبوط. ما بتمنعني اني فوت اعمل امتحاناتي بالجامعه، ما بتهددني باربع خلاف أشخاص. شخصي انتقام هيدا اسمه، وما بتهددني بالضرب لا انا ولا اختي، هيدا اهم شيء. هو يعني نسمع دكتور جواد، رح نسمعه حنسمعه اكيد. تفضل دكتور. اوكي ميرسي توني. بس انت بالريبورتاج وبكمان المقابله مع هادي والست فرح، في انا سجلت عندي سبع نقاط حابب ارد عليها لو سمحت، بس بسرعه مو معروف لانه ما معي كثير وقت. يلا سو اول شيء بس انه فكره انه هو اعاده تغريده، انه هذا الشيء بس لازم يتصلح، لانه هو مش اعاده تغريده. تغريده الدكتور علي سليمان كانت باول شهر حزيران، تغريده الدكتور هادي كانت بعد 20 يوم، ومش كانت عفوا ما كانت تغريده، هي كانت سكرين شوت عن التغريده ونزل بوست فيه على فيسبوك، وهيدا البوست مش انه يعني ما كان انه والله بس عم بيعمل شير، لا تغير حط يعني. فيه كمان وجدانيات، وحط فيه هو من مشاعره، وحط فيه هو من رايه بالموضوع، ورايه كان مهين جدا سواء بمنصب انه بالعميد الكليه او بولاده. ويعني انا صراحه انا قاعد هون بشيكاغو بسلام وامان، وصلني سكرين شوتس على الواتساب انه يفرجوني انه في طالب اسمه هادي شمال عم بيعرض هينه للزلمه، ما بتقبلوا هينا على غيركم بتقبلوا. خليك كفي كل نقاطه وانا برجع بقول القصه. مش تفضل تفضل دكتور، خلينا نسمع بعض لانه تنقدر نسمع بعض. تفضل دكتور جواد بس بسرعه شوي عمر معروف. اكيد اكيد. والبوست عفوا كمان هادي قال انه ساعه على ساعه ونص، بدي صلح له لهادي لان ضل اكثر من 3 ساعات، ومعنا نحن يعني نحن كمان وضحنا وبعثنا هذا الشيء كمان لفريق الانتاج انه ضل اكثر من 3 ساعات، ومبين على البوست انه 3 ساعات بس 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 هي قصه توضيح، يعني عرفت علي؟ فانه البوست لإلك مش انه هو انه انت بس انه والله عاد اشاره عاد انه نشره من حدا ثاني. بخصوص الاعتذار، الاعتذار ما صار مباشره، البوست النشر بدون اي دليل، والدليل على هيدا الشيء انه الدكتور هادي بنفسه راح يحضر على علي سليمان ليسأله على تويتر انه اذا هل عندك شيء دليل، لان انا ما كنت لقي ولا اساله. اول شيء بتسال دكتور جواد، هذا دليل شفافيه دكتور جواد. دكتور جواد انا هيدا الموضوع بس خلينا نوضح رجاء رجاء، هيدا الموضوع انا لا يعنيني، انا اليوم كبرنامج لا يعنيني، انا ما يعنيني انه نتيجه هذا البوست اللي صار العقاب ما بيتناسب مع اذا الفعل. صار في اي اهانه او اذا صار في اي شتيمه او اي تجريح او اي حزم، هناك مراجع قضائيه مختصه بتاخذ حقوقكم فيه. ولكن اللي صار انه الوالد استعمل يعني سلطته ونفوذه بالجامعه اللبنانيه لا يقدم هادي على شيء عمله. استسلموا، انا هذا اعتراضي، لنا تقديم انتقام، انا اتحمل مسؤوليه مفرداتي. انت أوكي. انت بتقول مفرداتك وانا بقول مفرداتي، فالموضوع هو هون قامت لقيامي هون انه في خلاف شخصي بينكم وبين طالب بالجامعه اللبنانيه. انتوا جيتوا هو مش 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 خلاف شخصي، نحن انا ما بعرف يا اخي مفتريين عليكم بصراحه. خليني اقول مفتري عليكم، هيدا الزلمه افترى عليكم وشلح اتهامه وشلح حرام عليكم اللي بدكم اياه. طيب بنروح نحاسبه بالقضاء، بنحاسبه ضمن صلاحياتنا بالجامعة. هاي جامعة لبنانية لكل الوطن، يعني هيدي تخرج منها أهم أطباء بالعالم، طلعوا من هالجامعة وراحوا على العالم. تفضل استستوني استستوني بس شغلي. صح معك حق، هي في كالحق الشخصي والمعنوي، نحن تقدمنا بقضية، رفعنا قضية كرمال ناخد حقنا بالقضاء من الأول، او من الاول رفعنا قضيه ضد الدكتور علي سليمان، ورجعنا كمان لما بعد 20 يوم رفعنا قضيه ثانيه ضد الطالب هادي شمع. عفوا بس اذا بتريد حكيت كفايه بليز. دكتوره اللي حضرته عم يحكي انه مش مزبوطة القصه، مستعده تشهد انه الجماعه ما اشتغلوا شيء بالتاز تبعيتها بالستادي تبعيتها وجربوا في عندي القيمة. تاخذوني على مشكلكم الشخصي، انا ما بيهمني مشكلكم الشخصي. الشاب هددونا هددونا، هي مشكلكم الشخصي بينتهي. هذا السبب الاساسي اللي وصلنا. عفوا بس هدد الشاب، خلص عرفنا السبب الاساسي. انا موضوعي الاساسي انه في خلاف، في خلاف ليش تم تنفيذ العقوبه بهادي ضمن الجامعه، لانه مفكر حاله بكوريا الشماليه خارج الجامعه. خليني بس انا عم بفكر حاله بكوريا الشماليه او بايران او السعوديه.
تفضل. القصة انه يعني من بعد كل شيء صار، من بعد المجلس التأديب اللي صار واقصى الاتهامات، انت شو بتتعاطى هيروين او كوكايين لتنزل هيك بوست؟ انت اهبل، انت باي بولر، انت مين لازم. مين اللي قال لك هذا الكلام؟ هول الدكاترة اللي هن رؤساء اقسام بمستشفى الزهراء ومستشفى جويتاوي. انا فتت قدمت اعتذاري بدون جدال اللي عم بيحكوني فيه، انا ما قدمت يعني ابدا جدال، انا عم بحكيهم عن وضعنا كطلاب، الوضع المعيشي. يعني انا من الاشخاص اللي بالنص الطلاب بيشتغلوا 8 ساعات بالنهار لنقدر نأمن، صاروا يقولوا لي يلا يلا حنبكي. قلت له عفوا هيدا منه حكي ايموشنال، هيدا وضع عم نعيشه وانتم عم بتعيشوه. بيقولوا لي انتم لازم تنزلوا تبوسوا الارض، انه نحن عم نعلمكم لازم تحترموا كرسي العميد. قلت له انتم شو بدكم؟ انا مستعد. قالوا لي اعتذار خطي، كذبت بالاعتذار الخطي. حضرتك اب للعميد، حضرتك اب وعندك الروح الابويه، بتمنى اشوفك لحتى ناقشك بالموضوع واعتذر منك فيس تو فيس. ما تقبل الاعتذار الخطي، طلبوا مني اعتذار على الفيسبوك. ثاني يوم نزل الاعتذار على الفيسبوك وبعده للحين موجود. بعد بجمعه بيبعثوا لي انه ممنوع. هذا الشيء مش صحيح، هذا الشيء مش صحيح. حضرتك عملت ديليت للفيسبوك ورحت عملت فيسبوك جديد، وانا كمان وصلت هيدا الشيء. خلينا على التفصيل صراحه اللي ما له ابدا داعي. الفيسبوك انا لما طلعت القصه ومحيته، لانه شككت، انا عن جد شككت بالقصه انه هي جريمه اكاديميه تعتبر. قمت للفيسبوك حتى ما يصير في تاجز ويصير في اهانات على اسمي. قمت للفيسبوك عملت له ديليت حتى حكايه لما حكيته بالتمرير لياخذ دليل على البوست يتركه او يحطه. هلا سمعنا وجهه نظر دكتور جواد فارس، سمعنا عفوا استاذ توني، بس لا صراحه ما سمعت وجهه نظري، لان اللي عم ينحكى هو مش يعني في كثير التباسات وصار كثير تحوير وتحريف كرمال انه يوجه الراي العام بشكل معين. نحن دكتور يعني اذا بدنا نسمع وجهه رايك للدافع عن كل شيء توجهت لك اتهامات، وبدي ارجع اسمع هني رايهم، بدنا 3 ساعات حلقه بس مخصصه لهيدا الموضوع. اكيد بدك 3 ساعات. يعني انا كل اللي هممني كان اني اسمع وجهه نظركم بهيدا الموضوع واسمع وجهه نظرهم. وبختام هذه الفقره ما طلع لك شيء تحكي، اسم الله عليك. حطوني برا اذا بدك بفوت، ما بترك لهم مجال. بس بليز لا انا بدي انهي هون، بس بدي اتوجه برساله. الشيء اللي انا جيت كرماله ما حكيته. نعم ما حكيت الشيء اللي جيت كرماله انا اليوم. انت شو جاي كرمال شو؟ انا جاي خبرك القصه الحقيقيه، ليش صار هالشيء. لا انا رحت عند اللواء عباس ابراهيم، رحت عند رئيس الجامعه. لأن راي عن رئيس الجامعة. بس أنا موضوعي مش هون، أنا موضوعي حرمت. أنا هادي حرم وبعدين لهلا عم بنحكي. أنا ماني جاي أعمل محكمة لدكتور يوسف فارس أو لا، يعني بس أنا جيت إذا مش هي موضوعي، هذا موضوع بتروح فيه على القضاء. سرق منك شيء بتروح تجيبه بالقضاء، والدكتور إذا بيعتبر إنه تعرض لإهانة ولا اتهام ولا تشويه سمعة بيروح أيضا على القضاء بجيب. بعيدا عن الجامعة اللبنانية، بعيدا عن قوانين الجامعة، بعيدا عن حقوق الطالب بالجامعة اللبنانية. هيدا اللي بدي اتوجه فيه للدكتور يوسف فارس تحديدا. لحظة بس عفوا استاذ توني في يحكي. بس صح الدكتور يوسف فارس هو شخص وكحقه الشخصي والمعنوي صح بيتوجه للقضاء وتوجه للقضاء، بس كمان الدكتور يوسف فارس هو اكاديمي. بعد شو عملتوا فيه للطالب؟ بعد شو رحتوا للقضاء؟ طيب هلا رجعنا توجهنا للقضاء من اول يوم. دكتور جواد تنهي الجدل. دكتور جواد تنهي الجدل القائم تما يصير في جدليه. بس استاذ توني في انا نقطه بحب احكيها. لا انا بدي انهي هون، بدي اتوجه للدكتور. السبب بهذا الشيء ليش اشد العقوبات بهذا؟ طيب انا هذا بدي اتوجه فيه دكتور يوسف فارس. بعيدا عن كل اللي صار واللي سمعناه واللي بعتقد انه لا يعني الراي العام بشكل كثير كبير، هي يعني الراي العام لانه صار في تمييل قلب لناس محتاجين، ما انه محتاجين تمييل قلب. وانا وقفت بوجهن وخسرت 4 سنين من حياتي كرمال هيك. جاي كمان صرنا عندنا مواضيع شخصيه كرمال هيك. صار في مشكله بالتاسع بالدراسه، مواضيع بتروح فيها على القضاء. خذ مستنداتك. انا بدي احكي بالعالم، لازم العالم يعرفوا شو صاير. شو بيثبت لي؟ بيثبت لك اعطيني وقت. اذا انت عامل عمليه وميت واحد تحديدك، هلا خليني تسجيلات للجماعه. في اتهمك 100 اتهام. عندي تسجيل للجماعه بتاخذهم على القضاء. بس ما انت طلبتهم مني للتسجيلات. يا اخي انا ما طلبت شيء منك. انا هلا تعرفت عليك. الدايركتور تبعك طلبوه. انا ما طلبت منك شيء. انا اللي جايبه يعني. عندي موضوع واحد محدد، هو هيدا الشاب اللي قاعد حدي طالب طب رابع سنه حرم من امتحاناته لخلاف شخصي مع رئيس صح. الكليه صح. هذا الموضوع يجب انه يحله الدكتور يوسف فارس اليوم قبل بكره. هيدا الطالب بده يرجع يفوت على الكلية، بده يمارس حقوقه كطالب داخل الكلية.
اما كل ما في من مشاكل خارجيه بتروحوا على القضاء. صح. ما لي علاقه والناس ما لها علاقه. بقدر اتهمك بتقدر انت عرفت انه انا بصاحب البوست تبع الفيسبوك وجبتني قلت لك انا عندي شيء اقوله. انا ما جيت قلته هلا بعد صاحب البوست لانه هو ناقل كمان بس ما هو الكلام تبع المهم سالتك ليش عمل البوست بس فوتني ب 100,000 ما هو السبب هو هيدا حبيبي. دكتور جواد انا بدي اتشكرك. دكتور علي الحاج سليمان كمان بدي اتشكرك. استوني بس دكتور هادي شماع بدي اتشكرك. لا لا في نقطه رهيبه عم بتصير بس ثواني في نقطه رهيبه من وراء الاعتصامات اللي عم بتصير. انا في شيء بس بدي اقوله ضروري. في احزاب عم تركب هالموضوع عم بيحولوا له موضوع سياسي عم بكبوه على عاتقي. انا اهم شيء بدي اذكره انه انا بحترم انا وعائلتي بحترم الجامعه اللبنانيه بهيئات التعليميه والاداريه. انا ما لي علاقه ابدا ولا اي هتاف او شعار خاصه بشيء حزبي او سياسي. انا جدا بتشكر رفقاتي اللي وقفوا حدي والرفقه اللي بعدهم عم يعتصموا يوقفوا حدي بس اهم شيء لو عن نقطه بدنا نحن قضاء 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 يسمع القضاء القضاء والاجهزه القضائيه تسمع الموازنه يعرفوه وياخذوا حقهم وياخذوا حقهم للجزاء. انا هيدا اللي انا اللي انا خسرت اربع سنين ما ضروري يخسر ولا سنه الشاب انه في شاب اليوم عم ممنوع محاسبته داخل الجامعه بتحسبوه بالقضاء خارج الجامعه. شكرا لك هادي. شكرا لفرح. شكرا لدكتور علي. شكرا لدكتور جواد. بدي انتقل على موضوع ثاني كمان كتير مهم هو موضوع الدواء موضوع القمصان البيض. بتذكر كمان بعيدا عن هذا الموضوع بتذكر بحلقة كان معي نائب الصيادلي دكتور حسان الأمين على كان بعدني بقناة الجديد عملت مداخلة على قصة الدواء تقريبا هي مشي سنة وأكثر وحذرت وقتها من دخول أدوية إلى لبنان أنه تحطونا قدام أمر واقع وتدخلوا أدوية إلى لبنان لا تمتلك المواصفات ونحن يعني حذرت من هذا الموضوع. اليوم يبدو نحن البعض عم بيقول انه صرنا الأزمة. صرنا البعض عم بينفي بيقول لا ولكن البعض بيقول لا نحن صرنا هون. يعني البعض عم بيقول يتم التداول بمعلومات هي المركزية وكانت المركزية يتم التداول بمعلومات صحفية عن خفايا ومخطط جاهز خلف رفع الدعم بحيث يصبح من شبه المستحيل تأمين الدواء بالأسعار الجديدة ليكون الدواء الإيراني البديل ويوزع عن طريق شركتي شاهد وأطلس المملكتين من حزب الله. فبحجة ارتفاع الأسعار وتأمين الدواء المفقود أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف العمال حمد حسن منح التراخيص الطارئ أو الترخيص الطارئ لاستيراد وتصنيع الدواء محليا ولفتت المعلومات المتداولة أن التراخيص هذه معلبة لتكون إيرانية. معالي الوزير كان مع زميلي ندى إدراوس بس أنا ما قدرت تابع الحلقة ما بعرف شو حكي تحديدا عن هذا الموضوع. طلبت أنه يأمنوا لي المعلومة شو حكي عن هذا الموضوع بالذات كيف برروا لا سبب. يعني أنا بدي حاوركم من دون خلفية شو حكي الوزير لأني ما قدرت تابعه لظرف قرب الموعد. دكتور رشيد ودكتور أهلا من وين بدنا نبلش؟ دكتور رشيد شو عندكم السبت وشو مشكلتكم مع الدواء اللي بده يفوت على لبنان؟ أول شيء السبت في عنا ووركشوب كل النهار رح يضل من الساعة 9 للساعة 5 عاملين القمصان البيض مع مجموعة كبيرة من المجتمع المدني بثورة 17 تشرين. الهدف منه انه نجيب كل اللاعبين في القطاع الصحي مشان تا مش بس نوصف المشكلة شو هي بس نجرب نلاقي حلول نقدر نتوجه فيها للمجتمع الدولي تنخلق هيدا اللينك المباشر ما بين المجتمع المدني من ميل والدول المانحة من ميل تاني وهيدا العلاقة بدها تكون علاقة مباشرة من دون ما نمرق بالدولة يلي هي دولة فاشلة. بس كمان هيدي من الأخطاء اللي نحن عم نعملها إنه عم نربط منظمات أو جمعيات خاصة بالمجتمع الدولي. بالعكس. يعني عم نغيب الدولة يعني نحن عم. ما المشكلة الكبير إنه الدولة هيدي في تجربتنا مع لهيدي الدولة يعني يندى لها الجبين. نحن اليوم كمصان بيض صرنا أكثر من 8-9 أشهر ونحن عم ننبه وزارة الصحة. ونقترح عليها حلول ونقول لها يا وزارة الصحة ما بيسوى نكمل بالطريقة اللي نحن موجودين فيها. تهمونا بالشعبوية تهمونا أنه نحن بدنا عم نقوص بالشخصي وبالسياسي وإلى آخره وكذا. توصلنا لليوم يلي وصلنا له طلع نحن معنا حق وهن بشو طلع معكم حق؟ أنه نحن قلنا رح نوصل للكارثة الكبيرة إذا يلي هي أنه بطل في دواء بطل فيه نقدر نعمل العمليات مثل ما لازم. القطاع كله سوا عم بينهار
بكل النواحي. هلا فوقتني على شغلي. انا بالطوارئ بس بدي اقول لك بس شغلي. عفوا لاني انا فقت على شغلي ما بدي انساها، بدي اخذ رايكم فيها، ويا ريت قدرت شفت الوزير قبل ما فلنك بدي اساله عنها، بس بكون عم بيشوفنا يمكن بيقدر يجاوب. انا في بعض الاطباء اتصلوا فيها عم بيتشكوا من موضوع كتير مهم. المعلومات طبعا رح نجمعها لاحقا، ولكن الموضوع الاهم هو التالي. في بعض الاطباء عم بيقول انه عم يجوا اشخاص اجانب غير لبنانيين من دول مجاوره او من دول اجنبيه، عم بيفوتوا يركبوا بروتيز يعني او يعملوا رسور او يعني المستلزمات الطبيه اللي هي بتنشرها بالفريش دولار وهي مسعره على السعر المدعوم بلبنان، وعم بيجوا معهم التسعيرة المدعومة، وأوقات عم بيجوا معهم تعليمات موجهة من الوزارة أو من ناس مطلعين. يعني نحن بلبنان مفروض نستفيد من، مش عم نقول نتاجر، ولكن نستفيد من السياحة الصحية، ولكن أنه يجي شخص غير لبناني يعالج بلبنان على حساب وزارة الصحة أو على حساب الدواء المدعوم أو الآلات المدعومة، هيدا شيء ما بعرف إذا قانوني ولا مش قانوني. فبعض الأطباء يعني أكثر من طبيب وأكثر من مستشفى تشكوا من هيدا الموضوع، إنه عم يجينا مرضى غير لبنانيين عم يتحكموا، ولما نجي لنحسبهم عم بيصروا على تسعيرة الوزارة أو التسعيرة المدعومة. هيدا موضوع إنساني أستاذ توني يعني هي. بس تما نخلط شغلتين ببعضهم. الأجانب مين ما كانوا يكونوا، نحن بلبنان عندنا اجنبي غير مقيم، مش مهم اكيد. لا لحظه سايح. يعني مش عم نحكي عن سايح، عم نحكي عن سايح، مش عم نحكي عن فلسطيني او عم نحكي عن سوري مقيم بلبنان. هذا موضوع انساني، عم نحكي عن واحد عم يجي من برات لبنان يتحكم. هذا موضوع انساني قانوني، خليني اخبرك. نحن بلبنان الخطا الكبير هو هالبلد يلي مدعوم بكل شيء، واللي مدعوم وحول هالناس كلها لناس هيك ريعيين، يعني عم نحول مواطنينا لناس عم بيشحدوا الخدمه من الدوله بوقت هذا ابسط حقوق. هون لب الموضوع. هلا بموضوع المستلزمات، نحن بمجرد انه عندنا مستلزمات مدعومه وسعرها بالسوق فيكس معروف شو سعرها، ان كان اخذها اللبناني او المقيم او يلي سايح، سعر المستلزم هو ذاته. يعني بيستغرب الاطباء يستغربوا انه عم يجي مريض من دول برا سياحه على لبنان وبده يدفع حق القطعه مثل ما هي، يعني مثل ما عم يدفعها اللبناني، لانه هلا هذا خطا مدعومه يعني بتطلع مدعومة مثل كل الناس. هي القطعة يعني اليوم ما بنقدر نعمل سعرين بلبنان بلا يعني بلا لا ما بنقدر. يعني مش واحد لك ليه؟ بيجي مريض بتجي اجنبي بدك تنزل باوتيل بلبنان بينزلوك على تسعيرة معينة بالدولار، اذا انت لبناني بتدفعها على سعر مدعوم باللبناني. خلك شو انه هذا المشكل لحيش، انه انت اليوم طلعت تحكم باي مستشفى خارج لبنان، روح سافر على حي الله بلد وروح تحكم بمستشفى خارج لبنان، بحكموك على حساب وزارة الصحة تبعهم او الاسعار المدعومه. بس بدي اوضح اكيد ما عم دافع عن الوزاره، هو لا انا هو ما عم يتحكم على حساب الوزاره استاذ توني، انتبه ما على السعر المدعوم. طبيعي نحن سعر المستلزمات عندنا سعر مدعوم، يعني بس سعر الوزاره غير السعر العادي. اخطر شيء بنعمله لا هو ذاته، اخطر شيء بنعمله اليوم انه نيجي نقول في بروتيز حقها هالقد لهيدا وحقها هالقد لمريض ثاني. لا نحن علينا نحل مشكلة الدواء والمستلزمات بشكل شامل، وهيدا اللي عم نعاني منه اليوم. يعني الخطة يلي صار لها سنة، وانت قلت انه انا عملت مداخلة من سنين، احنا عملنا مؤتمر صحفي من سنة بالتكتل وحكينا عن كل مشكل الدواء، عن كل مشاكله وعن حلوله. مشكل الدواء استثنوني مشكل كتير متشعب، بس الحل كتير سهل. الحل بده قرار مركزي ويكون واضح، مش مثل ما عم يصير اليوم. الخطة اللي طرحها الوزير ما بدي سبق، انا برجع نحكي خطه بالشكل اللي نحن داعمين كل مفاصلها كنا، بس لسوء الحظ اجت مؤخره وفيها بعض الشوائب يلي فرغتها من مضمونها. نحن اليوم قدام ازمه دواء لم تحل ولن تحل. لما بيقول زميلك الدكتور فادي كرم لما بيقول بحديث نبهنا سابقا من عدم جوده الدواء الايراني وعدم حيازته المستندات القانونيه المطلوبه وفقدانه الاهليه الطبيه، الادويه الايرانيه تودي الى الموت، وهي ثلاثه امور تجعل منه مسببا لمشاكل صحيه. طيب هذا الموقف من الدواء الايراني هو مش موقف سياسي منكم؟ خليني اقول لك هذا الموقف عبر عنه دكتور فادي كرم، وانا بحترم رايه. نحن مشكلنا منه الدواء الايراني، نحن مشكلتنا اي دواء. برجع بقول نحن اي دواء بفوت على جسم الانسان نحن مصرين يكون مطابق للمواصفات. اي دواء، اي مستلزم طبي، واي
طعام، ومن هيك نحن عم نشتغل حتى نعمل الهيئة العليا للدواء وأكيد للغذاء لاحقاً، غذاء معمول على جنب، وهيدي عملناها أخرناها بمجلس النواب بس ما نعمل مراسيم تطبيقية لها. المفروض أي شيء بفوت على جسم الإنسان كان فيتامين ولا دواء ولا أكل ولا مستلزم طبي يكون خاضع لمواصفات واضحة. مشكلتنا مع دواء إيراني وغير إيراني، أنا مشكلتي مع الدواء الأمريكاني إذا غير مطابق للمواصفات، يعني ما حدا يخدها بالسياسة، هذا هو الموضوع. أنتم مش عم تقولوا هيك، بل هيك عم نقول على الإيراني، لأنه الأمريكاني مطابق للمواصفات مسابق، الإيراني منه مطابق، والإيراني فات على لبنان. يعني تفاجأنا ببعض المستشفيات الحكومية في أدوية إيرانية عم تفوت غير مطابقة، وغير مطابقة برأي وزارة الصحة مش برأي القوات اللبنانية. وزارة الصحة منا معتبرة إيران دولة مرجعية للأدوية اللي وبعدين في كذا دولة مش مرجعية بلش يفوت منهم الأدوية على لبنان، يا أما بالتهريب يا أما بمحاولات تسجيل متسرعة، وهذا الهاجس تبعنا قدام اللي قاله معالي الوزير. يعني دكتور ألان، شو مشكلتكم مع الدواء اللي عم بيفوت على البلد اليوم؟ ليش أنتوا رافضينه وبتعتبروا أنه لبنان بلد فاشل صحياً؟ هلأ إذا بدنا نطلع، نحن ركزنا على الدواء الإيراني وعم بيتداول هلأ أكثر شيء على الدواء الإيراني. ليه؟ لأنه ما في يعني بولا وزارة تم تسجيل 25 دواء بطريقة خط عسكرية. يعني نحن أول ما شفنا هالقد كمية أدوية عم تتسجل بطريقة عسكرية من وقت الوزير خط عسكري من وقت الوزير جبا، لحقنا هيدا الملف. شفنا هدول الأدوية منا أدوية عادة، هي أدوية بايوسيميلر، يعني أدوية مش متطابقة، متشابهة. شو الفرق بين متطابق ومتشابه؟ يعني جينيريك؟ لا، الجينيريك المتطابق. لا، الجينيريك بتاخد زيت الانجريدينت، زيت المكونات، وبتعمل فيها الدواء. المتشابه لا، هي معمولة من برودكت بروتيين، يعني بيج موليكولز. هدول شو بسمون هو دي أدوية عضوية بالأساس. عم تعملون أنت عم تعملون شبيه، هنا أدوية بيشتغلوا على نظام المناعة، نظام المناعة بالجسم، عملونهم مشابه. هلأ المشابه ما بيقدر يكون جاي من حيال دولة، لأنه المشابه عنده معايير كتير أصعب من معايير الدواء. يعني برجع بقول خلينا نكون واضحين، يعني يمكن بإيران يقدروا يعملوا بكرة جينيريك لشي دواء ويطلع منيح، بس ما فيهم يعملوا بيوسيميلار ويجيبوا لنا إياه، وهذا اللي كان موجود بيوسيميلار بلبنان اللي بلش تشوفه. يعني مزبوط، لأنه المتشابه مثل ما عم بقول ساعتين أنه بيكون ما فيك تعرف فعاليته ولا فيك تعرف عوارضه الجانبية إلا إذا جربته مثل التجارب السريرية. بإيران مش عاملين تجارب سريرية على هيدول الأجهزة. بس معقول كمان بإيران عم بيموتوا شعبهم؟ يعني أنه عم يعطوا دواء لشعبهم يموت؟ بإيران يعني بيسجلوا الدواء حسب إيرانيان ريجولاتوري سيستم، وأنا هيدول الملفات كلها عندي إياها، رح أرجع مرق لك إياها. الشعب الإيراني يستهلك هذا الدواء أو لا؟ بس في فرق، في فرق. هلا بامريكا قبل ما ينزلوا الدواء على السوق بيعملوا له الكلينيكال ترايل، تجارب سريريه. بايران بينزلوا الدواء على السوق وبيجربوه بالشعب. من بعد ما ينزل بيشوفوا، بصيروا يشوفوا الفعاليه. لا، وبيقتلوا شعبهم يعني؟ لا، مش ضروري يقتلوا، مش اكيد بيقتلوا. بس بدي لك شغله، نحن مره عملت حلقه انا بس انسحب بالعراق، انسحب من العراق الدواء الايراني. يعني نحن وقت العراق من 3 سنين فات الدواء الايراني على العراق، صار في فارماكو فيجيلنس ستادي اللي هي الاتيود اللي بتلاحق الدواء تتشوف فعاليته واذا عنده عوارض جانبيه. شافوا انه يلي ما عم بيستفيد عم بيكون عنده اكثر شيء تداعيات. هو ليس دفاعا، ليس دفاعا، بس انا لانه صار معي حادثه كمان من حوالي سنتين لما رحت على تركيا، جبنا دواء وقت عملت المقارنه بين الدواء بتركيا، اسعار الدواء بتركيا وبلبنان، وطلع الفرق وقتها كتير كبير. هلا صرنا ارخص من هلا صرنا ارخص من تركيا من وراك تخفض كتير من ورانا وقتها تخفض كتير السعر. بس طلع معي احد الاشخاص، ما بدي ارجع اذكر فيه هلا، وانه هو كان شخص مسؤول، وبيقول لي ايه طبعا يكون ارخص لانه هذا الدواء اللي بتركيا، بتركي بيقتل بيموت. فيعني انه هيدا، انه هيدا العذر الحاضر دائما لما يعني لما بدنا نحكي عن شيء انه ايه هذا الدواء بيموت. هي الشعوب عم تقتل، الدول عم تقتل شعوبها. هون كثير مهم لازم نوضحها. نحن اليوم هذا البيو سيميلر، اعتبر رجعت جبت الدواء السويسراني مثلا يلي كنت انت عم تستعمل الايراني محله، ما بقول فيك تستعمله اذا اون فوا استعملت الايراني، لانه بيعمل لك رده فعل عايدك، يعني بيعمل لك انتي بوديز. وبالتالي هذا الموضوع مش انه سهل بهي الطريقه. هي ما بقول لك، هي وحده. ثاني شغله، احنا اليوم موجودين ببلد
الامور الاساسيه بالدواء مش متوفره. يعني انا اليوم بالارجانس في ادويه مجبور يكون عندي اياها منا موجوده بقى. بذات الوقت تتصور عم بفوتوا لنا ادويه ما بنعرف قرعه جدا منين بنعطيها للمرضى بياخذوها، لانه يا انه موجوده لانه هذيك مش موجودين، يا انه رخاص باسعاره. هلا انا كحكيم ما بعرف هذا الدواء بيشتغل او ما بيشتغل. طب انا اذا عملت دياغنوسيس لمرض واعطيته دواء وهذا الدواء اخده وما تحسن، طب يمكن يكون دياغنوسيس غلط او الدواء ما بيسوى. الاطباء يعني الموجودين بلبنان اللي عم يستعملوا هون ادويه على اي اساس عم يستعملوها؟ استوني خلينا بس كمان يكون بس بدي شوي اسمح لي صوت. لا في نقطه مهمه بس بدي اقول انه الدواء لحد اليوم بدي اقول لك شغله لحد اليوم انا برايي حتى ما نخوف الناس كثير مزبوط في ازمه دواء كثير كبيره، بس لحد اليوم ما تسجل ليك اللي عم بتقوله اليوم هو صلب القطاع الصحي بلبنان، وهذا انت عم مستغرب كثير وبفهمك ومستغرب. لبنان ما بيشبه ولا دوله من دول الجوار، كان ولا دوله لبنان كان يقارن حاله بدول الغرب. هل قد كنا متطورين يعني صحيح. مش عم بلاش كنا نحن يسمونا سويسرا الشرق، ومش عم بلاش كان مستشفى الشرق. لبنان كان مستشفى الشرق انه كان افضل مستوى طبي. يعني انا بقول لك انا صار لي 30 سنه او 27 سنه بلبنان عم مارس، انا ولا مره حبيت دواء او مستلزم طبي بالعالم الا ما كان موجود بلبنان. صحيح. ومن افضل الانواع، وما كان عندنا لا ادويه عاطله ولا مستلزمات عاطله. يعني احنا عندنا اللوكس، انا عشت 6 سنين بفرنسا وقت الاختصاص، ما عنده اللوكس اللي عندنا اياه بموضوع الصحه. كان اليوم بس بدي اقول لك اليوم هلا عندي مريض هلا بمستشفى بيجوني بده بطاريه للقلب، صار لي 3 ايام عم بنبش على وان شامبر، 3 ايام ما في ولا قطعه بلبنان. هالمريض ما في تركسوان ولا ابره ملونه اليوم ما في، عم بقول لك بس بطاريه قلب لليوم ثور. يعني ابره ملونه ما في، ليك لوين وصلونا وهذا تعمل فحص اي جي جي ما في، وهذا اللي حكينا عنه بموضوع الدعم. كمان كان في مريض كان بين الحياه والموت بده راح بالي، وهذا اللي حكينا عنه بموضوع الدعم. يعني ترجينا تقدرنا امننا منه 15 امبول او 10 امبول من سنه. استيستوني عملنا مؤتمر وقلنا مثل ما رايحين رح نصرف كل مصريات الناس ورح نوصل لمطرح مثل ما وصلنا. انا بس لانه صار موعد نشرة الاخبار بدي اضطر اختم. بدي بس كلمه اخيره، وضع الدواء شو بلبنان؟ يعني اذا شلنا الدعم بيمشي الدواء؟ لحد هلا سيء. عم تسالني ولا لا؟ عم بسال الدكتور إعلان. اذا بدنا نضلنا ماشيين على الخطه يلي حاططها الوزير بتضاين جمعتين بعدين ما بقى في دواء بلبنان. بعدين بس بدي ارجع لك شوي على قصه الدواء، هو بس يسجلوا حسب الاليه وزاره الصحه ونحن بنقبل كل الادويه، يجيبوا السيتي دي فايل الدوكيومنتس اللي مطلوبين ونحن بنقبل بكل الادويه، بس ما يكون في دوكيومنتس ناقصه. تصور توني انه اليوم وزير الصحه عم بيجي يقول انه معلش 12000 قبلوا يا موزعين ادويه يا فارماسيات انه سعره على 12000. هدول المجموعه تبع الدواء قال ليش؟ لانه هن اخذين مصاري على 1500. طيب انا بدي اسال سؤال، هي الشعبويه يلي ممكن تضاين جمعتين وثلاثه واربعه وبعدين مش جمعتين ما انحل القصه وبعدين لا وبعدين شو بده يصير؟ المشكله الكبيره ما في خطه موجوده ولا فينا نحط ايدنا تحت بلاطتهم بقى. أنا بدي أتشكركم بكل معنى دولة فاشلة. بس استوني بدي ناشد وزير الصحة، الخطة اللي وضعها بالخطوط العريضة منيحة بس فيها تفاصيل فرغتها من مضمونها، بتمنى عليه يعيد النظر بهالخطة مع الصيادلة مع المستوردين، ونحن بكره بنحكي بلجنة الصحة لحتى نقدر نوصل لخطة تأمن دواء، لأنه مثل ما النجاح ما حلت أبدا المشكل. وأنا برأيي لبل والحلول يوم السبت ومنا لمصلحة يوم السبت الحلول للقطاع الصحي رح تكون موجودة بالمؤتمر عندنا. فاصل ونعود. لهون بنوصل لختام حلقة الليلة، شكرا لحسن المتابعة، نعتذر عن تأخير نشرة الأخبار، بترككم مع زميلتنا مارلين سليبي. بونسوار مارلين وإلى اللقاء.